صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هديل. صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ويمكن كلنا بنهتم بالدور الإعلامي وبدور الإعلام اللي بكل تأكيد لازم يشمله دور اجتماعي وإنساني، ويكون متفاعل مع القضايا اللي بتحصل في المجتمع بشكل مباشر، لأنه ده دور كبير على الإعلام. يمكن اللي بقينا بنشوفه من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من فترة طويلة هو أنه في حملات بتهتم بالمسائل الاجتماعية والإنسانية، حملات إعلامية ضخمة بتركز على التوعية بقضايا تهم الناس، زي مثلا الحملة اللي كلنا شفناها وتابعناها تجمل بالأخلاق، وكمان حملة التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات واللي تم الإعلان عنها امبارح. الحقيقة أنه الحملة دي حملة في منتهى الأهمية، لأنها ببساطة يعني بتوعي الشباب وبتعمل خط دفاع عن المجتمع وبتواجه الظواهر السلبية اللي ممكن انها تهدد سلامة وامن الاسر زي قضية تعاطي المخدرات. صحيح يا هدير، متفق معك جدا. المميز في حملة الشركة المتحدة ايضا انها بتركز على دور الاسرة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي، ازاي الاسر تكتشف حالات التعاطي، ازاي تتعامل معاها، ازاي يبدأوا ايضا معاها رحلة العلاج. الحملة أيضا بتستهدف توعية الأجيال الجديدة بخطورة كل أنواع المخدرات، لأنها بتكون في أحيان كتير جدا سبب في تدمير الأسرة بالكامل. بكل تأكيد الوعي يمكن هو كلمة السر اللي تخلينا نعدي يعني بالمجتمع ونتكلم عن تنمية مستدامة. لازم يكون في وعي، علشان كده التوعية يعني في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات ما تقلش أهمية عن مسألة التوعية في مواجهة الشائعات اللي بتستهدف تدمير الدولة المصرية، وكمان ما تقلش أهمية عن مواجهة الإرهاب اللي بيحصل، ولأنه في النهاية دي كلها مخاطر تواجه المجتمع المصري، فلازم يكون عندنا وعي كافي بكل هذه المخاطر، وعي كافي يخلينا نواجه هذه المخاطر. صحيح، وعلشان كده احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معانا فقرة توعوية مهمة جدا، ازاي نعرف ان في مدمن في البيت، ازاي نراقب تصرفاته، ازاي نتعامل معاه، ايه هو دور الأسرة فيما يتعلق بالوقاية والتواصل مع الأولاد وحمايتهم من التعاطي والإدمان. أشياء كتير جدا ربما يعني المجتمع بيجهلها، ما يعرفش يعني يخش منها إزاي. أعتقد التوعية هو الدور الحقيقي والرئيسي للإعلام، وعلشان كده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت هذه الحملة المهمة جدا في هذا التوقيت. صباح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نروح سريعا لزميلتنا لمياء حمدين عشان نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليك. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63، اليورو سعر البيع فيه 19.21 والشراء 19.14، جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.30 والشراء 22.21، فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.69 والشراء 19.60،
اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.73 والشراء 2.72. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.50 والشراء 63.25. وأخيرا درهم إماراتي سعر البيع فيه 5.36 جنيه والشراء 5.34 جنيه. ودلوقتي نروح نشوف متوسط أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 955 جنيه للجرام، وعيار 21 1115 جنيه للجرام، وعيار 24 1274 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8920 جنيه. دلوقتي نرجع تاني لمصطفى وهدير نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا رب. نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة. وأولى أخبارنا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه سيادته مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وأيضا تعزيز إنتاج المجمعات الصناعية. وجه سيادته بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين، وكمان تعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية. وقد وجه السيد الرئيس بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سعياً نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي. وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه السيد الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات والتي يبلغ عددها 16 مجمعاً صناعياً بإجمالي 4808 وحدة صناعية. كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصة عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي. السيد انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية وجهت التحية امبارح لكافة الجهود اللي بتقوم بها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للقضاء على الفقر. قالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة كتبتها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت: في اليوم العالمي للقضاء على الفقر أحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التي نجني ثمارها يوما وراء يوم، وأهمها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة تليق بالجمهورية الجديدة. نروح مع حضراتكم لمجموعة كده من الأخبار والأحداث كمان اللي حصلت امبارح. يعني يمكن كان أهم هذه الأخبار هو الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة ملفات عمل وزارة التربية والتعليم، وأيضا نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت حول مسألة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر.
وكمان يعني هنشوف من خلال التقرير تنظيم القوات المسلحة مؤتمر صحفي للإعلان عن افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة في منطقة الموظة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التربية والتعليم، وقال رئيس الوزراء إن الدولة حريصة على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية اللي بتقدم تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل، خاصة إنها لقت قبول من جانب أولياء الأمور في الفترة الأخيرة زي المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل. وكمان أكد على الاهتمام بملف التعليم الفني وتطويره من خلال المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر. المركز قال إنه ده كلام مش حقيقي ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية دون أي نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي، باعتبار إنه التعليم حق أصيل من حقوق المصريين بيكفل الدستور والقانون. امبارح نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوجراف جديد بيتناول إنجازات قطاع الإسكان، وكشف إنه عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة الدولة شهدت زيادة بنحو 73.1% خلال 2020-2021 لتسجل 336 ألف وحدة. وكمان شهد حجم الاستثمارات الموجهة للوحدات السكنية ارتفاع بنحو 90.1% خلال عام 2020-2021 لتسجل 150 مليار جنيه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت مؤتمر صحفي عقده اللواء طبيب أشرف محيي مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة للإعلان عن افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة بمنطقة ألماظة لعلاج المرضى المدنيين بأسعار اقتصادية على أيدي نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية واستشاري القوات المسلحة. امبارح أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالحملة اللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وده إيماناً منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته. وأكد الصندوق إن الحملة دي بتعتبر خطوة جيدة وهتساهم في حماية الشباب من الوقوع في الإدمان. في جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، زي انطلاق موسم توريد الأرز الأرز الشعير لأول مرة في محافظة بورسعيد، ومنها أيضا إعادة تطوير 50 منزل للأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا، ومنها افتتاح معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في أسيوط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بني سويف اللي تم فيها الانتهاء من تنمية وتطوير قرية تضامن 2 بمركز سمسطة، وده من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتوصيل مياه شرب نقية للمنازل ضمن مبادرة اكفوا القرية فقيرة. في البحر الأحمر تم افتتاح المرحلة الأولى لمجمع خدمات الدهار الجديد اللي بيشمل أول سوق حضاري ونموذجي في مدينة الغردقة. في أسيوط تم افتتاح معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومعرض دار المعارف بقصر ثقافة أسيوط، وده بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي. في بورسعيد اعتمدت مديرية التموين والتجارة الداخلية مضرب الشرق الأوسط بالمحافظة، وأصبح جاهز لاستقبال الرز الشعير الموسم ده علشان تبقى محافظة بورسعيد لأول مرة من محافظات توريد الرز. في الإسكندرية شدد المحافظ اللواء محمد الشريف على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، وده لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على سلامتهم. في المنيا أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة إنه تم الانتهاء من تنمية وتطوير 50 منزل بقرية الناصرية بمركز بني مزار وقرية الاعتزاز بمركز سملوط،
وده من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتوصيل مياه شرب نقية للمنازل. في مطروح تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس مطروح للسنة الخامسة على التوالي ضمن مبادرة 100 مليون صحة لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي. في الغربية تم تكريم فرق العمل اللي ساهمت في حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للسنة الثانية على التوالي إلى جانب المركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة حياة كريمة. وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إنه تم محو أمية 52,850 دارس بنسبة 195% من المستهدف خلال عام 2021-2022. في أسوان أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إنه تم تنظيم 28 جلسة دوار استهدفت توعية 850 سيدة ورجل في 7 قرى بإدفو وكومامبو. في المنوفية تم تدشين مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المسلحة بحي شرق شبين الكوم، واللي بتستهدف تقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم للمية تقول لنا يعني آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية النهاردة. لمية. شكرا لك يا هدية، شكرا مصطفى. مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة، وطبعاً إحنا مكملين في فصل الخريف اللي بيبتدي من 23 سبتمبر وبيكمل لحد 30 ديسمبر. النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، وكمان في أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، وأقل درجة حرارة هتكون في السلوم و24 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. امبارح كان في خبر مهم جدا لكل عشاق كرة القدم في العالم، الإعلان بتاع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اللي أعلنت امبارح عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، واللي بتمنحها كل سنة لأفضل لاعب في العالم. نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الأسباني في التتويج بهذه الجائزة، وقدر يتفوق على كل منافسيه من اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، بينما حل لاعب السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني، وحل اللاعب المصري محمد صلاح في المركز الخامس. اعتقد انه الناس كتير يمكن بتسال الاختيارات بتتم على اساس ايه، متهيالي ان هو بيبقى في حاجات ليها علاقه باداء اللاعب مع منتخب بلده، اداء اللاعب مع فريقه، كمان سلوك اللاعب وسمعته في كره القدم. اعتقد انه احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا يعني صلاح واحد من اهم 5 لعيبه في العالم، يمكن اللي خلى صلاح يكون خامس المره دي الماتشين اللي اتلعبوا امام السنغال في نهائي افريقيا، وكمان ماتش التاهل لكاس العالم، ولو انتم فاكرين انتهوا بضربات الجزاء، وده يمكن اللي يعني يرجح كفه ساديو ماني اكتر. يمكن كمان كان في نوع من انواع عدم التوفيق او سوء الحظ لصلاح، ضيع كورتين كمان في نهائي دوري ابطال اوروبا امام كورتوا، واللي توج امبارح بافضل افضل حارس مرمى في العالم. فيعني صلاح كمان رغم انه كان واخد هداف دوري الانجليزي وافضل صانع اهداف السنه اللي فاتت، الا انه بالمشاركه تقريبا مع صان لاعب كوريا الجنوبيه، الا انه برضه سوء التوفيق او سوء الحظ امام السنغال فرق في ترتيب صلاح. صحيح، يعني يكفينا ان هو هداف الدوري الانجليزي، طبعا كلنا بنحب صلاح وكلنا يعني قلوبنا مع الفرعون المصري في الملاعب الاوروبيه محمد صلاح، ولكن كونه أخذ خامس في ترتيب فرانس فوتبول ربما كان حديث ناس كتير امبارح، وخصوصا ان ساديو ماني الثاني والاول كريم بنزيما، فهو ربما احنا زعلنا او غيرنا من حاجه زي كده، لكن يكفينا ان احنا نقول ان لو حتى ده مسابقه فرانس فوتبول فهداف الدوري الانجليزي هو محمد صلاح، ولسه كمان عامل ماتش عالمي امام مانشستر سيتي وامام هالاند الماشين اللي ما حدش عارف يوقفها في الدوري. فما شاء الله يعني دايما بيدينا امل كده انه ما فيش مستحيل مع محمد صلاح، فان شاء الله نشوف في المرات الجايه مراكز متقدمه في البالون دور. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعده نكمل الكلام. دلوقتي يجي معادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، منها تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجلسة نقاشية بعنوان
كيف نواجه أثار التضخم العالمي على مصر. منها أيضا جامعة القاهرة اللي هتنظم احتفالية كبيرة لتكريم أبطال معركة أبو عطوة، المعركة الشهيرة طبعا اللي تمت في حرب أكتوبر. كمان النهاردة في ثلاث مباريات قوية في افتتاح الجولة الأولى من مسابقات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هيرأس جلسة مكافحة الكراهية ونشر ثقافة التسامح في الخطاب الديني، وده خلال مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي اللي بيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. النهاردة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هينظم جلسة نقاشية بعنوان كيف نواجه أثار التضخم العالمي على مصر. الجلسة هتبدأ الساعة 7 بالليل وهتناقش العديد من الأسئلة والقضايا اللي بتشغل بال المواطنين، زي ارتفاع التضخم محلياً وعالمياً وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل وأزمة الطاقة وكمان سبل تشجيع الاستثمار وجذبه للسوق المصرية. النهاردة هتنظم جامعة القاهرة احتفالية كبرى لتكريم أبطال معركة أبو عطوة، وهيكون في محاضرة للواء الدكتور سمير فرج مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سابقاً وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. الاحتفالية هتكون الساعة 12 الظهر بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور الأساتذة والعاملين والطلاب. النهاردة هينظم المجلس الأعلى للثقافة الساعة 6 بالليل عبر تطبيق زوم ندوة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأفاق التحول الرقمي. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في افتتاح الجولة الأولى من عمر المسابقة. هيلتقي أسوان مع الاتحاد السكندري الساعة 3 العصر، الساعة 5 هيلتقي البنك الأهلي مع فاركو، والساعة 7 هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع المصري. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة 12 من عمر المسابقة. هيلتقي برايتون مع نوتنغهام الساعة 8:30، وهيلتقي كريستال بالاس مع وولفرهامبتون الساعة 9:15. خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم مع لمية تقول لنا أخبار الطقس النهاردة بالتفصيل ونتابع معها أجواء الخريف المتقلب. شكرا لك يا هدير. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومايل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. كمان في أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة. اليوم طبعا بيكون في اعتدال في درجات الحراره، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، اجواء خريفيه مستقره على اغلب انحاء الجمهوريه بسبب ان احنا بنتاثر بكتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط، فبتؤدي لاعتدال درجات الحراره، بنشعر بالدفء والاجواء المائله للحراره خلال فترات النهار على اغلب المناطق الموجوده في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد. أجواء معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية، حر على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. يمكن احنا خلال فترات النهار بنلاحظ الدفء وسطوع لأشعة الشمس رغم وجود السحب اللي بتخلي أشعة بتحد من تأثير أشعة الشمس، لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بدأنا نحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بدأنا نسجل درجات حرارة ما بين ال 20 وال 22 درجة مئوية في بعض المناطق. احيانا درجات الحراره تنخفض فترات الليل بتوصل ل 18 و19 درجه مئويه في سواحلنا الشماليه او بعض المناطق الموجوده في شمال الصعيد، فالاجواء خلال فترات الليل بتكون لطيفه في اول ساعات الليل، لكن الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر اجواء مائله للبروده، مهم جدا ناخد بالنا من الاوقات دي. بالاضافه كمان مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار، وده بتنحصر فقط على سواحلنا الشماليه الغربيه وايضا شمال الوجه
البحري. بالأمس شاهدنا سقوط أمطار على الأسكندرية ومطروح بعض المناطق من البحيرة. أيضا اليوم هيستمر فرص سقوط الأمطار اللي هتكون ما بين الخفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم، وهنشوفها في مناطق والمناطق الثانية لأ، في مطروح بعض المناطق من الأسكندرية، كمان بعض المناطق من البحيرة كفر الشيخ الدقهلية. المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار على مدار اليوم، بالإضافة كمان في نشاط للرياح على المناطق الساحلية. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية. الأجواء الخريفية دي متوقع أنها تستمر معانا يمكن لنهاية هذا الأسبوع إن شاء الله ومطلع الأسبوع القادم، لأن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى هتروح ما بين 28 و 29 درجة مئوية خلال الأيام القادمة. لكن احنا عاوزين ننصح كل السادة المواطنين، مهم جدا ناخد بالنا من فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. الطلبة اللي بتروحوا المدارس في الصباح الباكر، او احنا لو بنرجع من اشغالنا في الساعات المتأخرة من الليل، الملابس الخريفية مهمة جدا في الوقت ده. الاطفال لازم هنزود لهم قطعة ملابس ويبقى ملابس خريفية، نصطحب معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض درجات الحراره نرتديه، لان دايما الخريف معروف التباين الكبير في درجات الحراره من فتره النهار وفتره الليل، فمهم جدا ناخد بالنا من اختلاف درجات الحراره. ولازم كمان نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان دايما زي ما قلنا الخريف دايما بيحصل تغيرات في الحاله الجويه بشكل سريع وشكل حاد. طيب دايما متعودين في فصل الخريف انه زي ما حضرتك قلتي انه في تباين في درجات الحراره كبير وانخفاضات ممكن تبقى حاده وتقلبات جويه حاده في فصل الخريف، هل هنتعرض لمنخفض جوي في الايام القليله القادمه على اساس انه يبقى في سقوط امطار اكتر او في انخفاض اكتر في درجات الحراره، ولا الوضع مستقر الايام اللي جايه؟ يعني على مدار فترة التنبؤ إلى بداية الأسبوع القادم إلى الأحد القادم، إحنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكن تأثيره فقط في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مش هتمتد تأثير للمناطق الداخلية الوجه البحري أو القاهرة الكبرى. فالأجواء مستقرة إلى بدايات الأسبوع القادم، تنحصر فقط فرصة سقوط الأمطار في المناطق الساحلية. طيب بالنسبة للأمطار سواء كانت خفيفة أو متوسطة، كمان الرياح اللي هي مثيرة لبعض الأتربة وغيرها، ولو كان في شبورة، هل دي بتأثر على سير حركة السيارات في الطرق على أساس أن احنا نوعي الناس ونحذر الناس أن هم ما يعني ما يقفوش في تجمعات للمية، ما يقربوش من أعمدة الإنارة، ياخدوا بالهم من التعليمات المرورية ويحافظوا على المسافة اللي بينهم وبين كل عربية، ولا الوضع لحد كبير مستقر في المحافظات أو في أغلب المحافظات المصرية؟ طبعا بالنسبه لنشاط الرياح المثير للمال والاتربه، نشاط الرياح فقط هيساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره، لان مصادر الكتل القادمه من على البحر المتوسط. بالنسبه لوجود الشبوره المائيه خلال الفتره القادمه، يعني تكون الشبوره المائيه غير مؤثر تماما على الرؤيه الافقيه، لكن في المحافظات المعنيه بسقوط الامطار بشكل كبير، واحنا بنقول امطار من خفيفه المتوسطه خاصه زي ما قلنا في الاسكندريه مطروح المناطق الساحليه، مهم جدا الساده المواطنين لازم ياخدوا بالهم عدم الاقتراب من اعمده الاناره اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه اثناء سقوط الامطار، مهم كمان قائد المركبات في المناطق المعنيه بسقوط الامطار اثناء فتره سقوط الامطار لازم القياده بهدوء تام ويتبعوا كافه تعليمات المرور، لان فعلا سقوط الامطار المتوسطه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، ممكن لا قدر الله تؤدي لانزلاق العجلات. فمهم جدا كل منطقه بيبقى لها طقس او مناخ معين، مهم جدا ناخد بالنا من النصايح في كل منطقه، يعني احنا من المناطق الداخليه فيها استقرار في الاحوال الجويه، لكن المناطق الساحليه تحديدا السواحل الغربيه فيها نقدر نقول سقوط امطار وحاله من التقلبات الجويه في المناطق الساحليه، فمهم جدا ناخد بالنا من النصائح اللي احنا بنقولها دي عشان دايما الحاله الجويه تمر بالسلام على الجميع. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 28 والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 29 والصغرى 20، اسكندرية 27-19، العلمين الجديدة 26-19، مطروح 25-18، دمياط 27-21، بورسعيد 27-20، الإسماعيلية 29-21. السويس العظمى فيها 28 والصغرى 22، العريش 27-18، كاترين 25-14، طابة 29-20، حلايب 30-25، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 33-23. الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 19، بني سويف 30-18، الوادي الجديد 32-17، أسيوط 30-19، سوهاج 32-20،
القنا 33-21، الأقصر 34-21، وأسوان العظمى فيها 35 والصغرى 22. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة والتوصيات اللي احنا طبعا عرفناها من دكتورة منار غانم. ونرجع لمرة تانية لمصطفى وهدير نتابع معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا نبي. الاستعدادات اللي بتتم في شرم الشيخ متواصلة لاستضافة قمة المناخ COP27، ويعني بيتم تجهيز المنطقة الخضراء اللي هتستقبل فعاليات المؤتمر. ده غير انه كمان تم تجهيز حديقة السلام البيئية اللي مقامة على مساحة 33 فدان، واللي هيتم فيها تنظيم الفعاليات الجانبية للمؤتمر وعرض جهود الدولة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية. قمة المناخ COP27 واللي بتقام في نوفمبر المقبل بإذن الله بتقام في منطقتين، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي، بالإضافة لحديقة السلام النباتية المقامة على 33 فدان وبتضم مجموعة كبيرة من النباتات. النهاردة هناخدكم في جولة في حديقة السلام النباتية ومحيط المنطقة الخضراء. مدينة السلام شرم الشيخ على موعد يوم 6 نوفمبر القادم مع قمة المناخ COP27. الكثير من الاستعدادات والتجهيزات شهدتها المدينة لاستقبال هذا الحدث الدولي، وكان من أهم المناطق التي تم إنشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها هي المنطقة الخضراء وحديقة السلام البيئية. حضرتك دلوقتي موجود في حديقة السلام. حديقة السلام انشئت سنة 2001 وهي على مساحة حوالي 33 فدان، لكن خليني أشرح لحضرتك إيه آخر التطورات اللي تمت فيها. حديقة السلام تم رفع البنية الأساسية، رفع كفاءتها تاني استعدادا للمؤتمر المناخ اللي هيتم استضافته إن شاء الله COP27 هنا في شرم الشيخ. المسرح الروماني ده يظهر، ممكن يكون ظهر في خلفي دلوقتي، المسرح الروماني ده هيستوعب الأنشطة الجانبية اللي هتتم أثناء انعقاد المؤتمر. أصلا حديقة السلام فيها ثلاث مباني أساسية منذ إنشائها: دايوراما سينا للتنوع البيولوجي، مركز المعلومات للتنوع البيولوجي، متحف السلام والبيئة. هو كان الهدف منها ان احنا نستوعب الأنشطة اللي هتتعمل. احنا عندنا ضيوف بعدد كبير يمكن ما حصلش في اي مؤتمر تنوع بيولوجي قبل كده، هيعدي 40,000 مدعو هيكون موجودين في المنطقة، فكان لازم يبقى في عندنا مكان. اسمح لي السؤال ده يوديني عند المنطقة الخضراء. عندنا هنا في خلف المبنى اللي قدامنا مبنى الديوراما في المنطقة الخضراء دي على مساحة حوالي 12,000 متر مربع. دي مش مجرد منطقة، ودايما كانت معالي وزيرة البيئة في أكتر من اللقاء بتأكد إن دي هي دي المنصة اللي هتمكن مجتمع الأعمال بالشركات والمؤسسات، المرأة، الشباب، المجتمع المدني بالكامل، إن هو يعبر عن رأيه وإن هو يعرض فكرته. ومش كده وبس، ده هتكون همزة وصل ما بينهم وما بين الوفود الرئاسية اللي هتيجي هنا هتشارك في قاعات المؤتمرات وفي المنطقة الزرقاء وهتناقش الموضوعات الأساسية والحيوية لتغير المناخ في العالم. تعرض فيها مجموعة من الأنشطة السايد إيفنتس زي الأنشطة الجانبية من فنانين، من يعني في هنا بعض الحاجات الفن اللي هيتعرض مبني على إعادة تدوير في المكان هنا في الحديقة، إعادة تدوير المخلفات. في عندنا حاجات هتبقى في موسيقى معينة، زي ما في هوية بصرية للمكان هيكون في هوية سمعية برضو للمكان. غابة شجرية على مساحة 15 فدانا وحديقة بيئية مقامة على 33 فدانا تضم العديد من النباتات الطبية والعطرية البرية المهددة بالانقراض في سيناء. تم إعادة تأهيل هذه المساحات بالكامل حيث تضم الحديقة نحو 40 نوع من النباتات. حديقة السلام البيئية تضم متحف السلام والبيئة، وهو يضم أهم معاهدات السلام لمصر، وكان أقدمها معاهدة لرمسيس الثاني. كما تضم أيضاً متحف ديودراما سيناء للتنوع البيولوجي، وهو عبارة عن عرض متحفي لمحتويات محميات سيناء، بالإضافة لمركز معلومات التنوع البيولوجي وهو يحكي قصة الإنسان وحياة الكهوف منذ 11,000 سنة. وحديقة السلام أقيمت تحت مسار مهبط الطائرات لتكون أول نقطة يشاهدها زوار المدينة الصديقة للبيئة.
موقع حديقة السلام البيئية تقع أمام قاعة المؤتمرات الدولية، وده يعتبر موقع مميز جدا جدا، وخاصة أيضا أن هي تعتبر من الأماكن الهامة جدا على ممر هبوط الطائرات اللي جاي من جميع أنحاء العالم، ومشاركة خاصة في المؤتمرات القادمة المستقبلية، وخاصة مؤتمر التغير المناخ الكوب 27. فعلا تم إنشاء الحديقة في مسار هبوط الطائرات، وأثناء الهبوط يستطيع أي راكب أن هو ينظر بنظرة سهلة جدا لشكل الحديقة المميز اللي هو بيعبر عن السلام والمحبة في الشكل اللي هو القلب في قلب الحديقة، القلب الشكل باللون الأبيض، وبيحيطوا بغصنين الزيتون المميزين بأشجار القطف المميزين باللون المميز الأخضر، ويتوسطهم الرمز نهر النيل بفرعيه رشيد ودمياط، ويربط ما بين متحفين، متحف السلام والبيئة وديوراما التنوع البيولوجي، وهو المقصود به علاقة السلام المهمة والعلاقة ما بين السلام والبيئة. كلما حافظنا على السلام كلما ظلت البيئة بخير، وطالما بقت البيئة أصبحت البيئة مميزة وليس هناك أي أثار سلبية عليها. حديقة السلام البيئية يوجد بها نباتات برية مميزة اختيرت بعناية لكي تحافظ على الأنواع المهددة بالإنقراض، بها أنواع مميزة زي نبات السكران. هذا النبات يستخدم في الأغراض الطبية، خاصة أغراض طب الأسنان، لأنها تستخدم كمستخلص طبي للمخدر اللي يستخدم في التخدير في الأسنان. أما الغابة الشجرية حضرتك فهي مساحة على 15 فدان موجود فيها أشجار، الهدف منها هي امتصاص المياه الزائدة عن الحد والمردود الاقتصادي من بيع هذه الأشجار، وتوجيهات الحالية والمستقبلية هي زراعة أشجار أكثر مردودا اقتصاديا كمنتوج منتج للأخشاب المميزة في مصر. في الحقيقة أنا بحب جدا الأفكار اللي دايما بتبقى برا الصندوق، الأفكار المميزة، الأفكار اللي ممكن تلاقي تنزل السوق تنافس بجد. بحيي فعلا كل الشباب اللي بيعملوا حاجات جديدة. النهاردة لو حضرتك عايز خضروات طازة من مكان زراعتها مباشرة، في سوبر ماركت في مصر بيوفر الكلام ده. السوبر ماركت ده جوه تلاجة بتكون جوه المحل. التلاجة دي بتعمل ايه؟ بتعمل بتقنية الزراعة المائية من غير تربة. يعني حضرتك التلاجة دي بيتزرع جواها الخضروات وبتنوي الخضروات وبتبقى جاهزة للأكل، وكل اللي حضرتك هتعمله انك هتفتح باب التلاجة، تختار الخضار الطازة اللي انت عايزه، تقطفه وتروح تحاسب عليه وتتوكل على الله. تعالوا نشوف التجربة دي ونشوف الشباب دول عملوا ايه. ثلاجة من نوع خاص يمكن أن تجدها بالصدفة في أحد المحلات الكبرى. هي ثلاجة تعمل بتقنية الزراعة المائية وتعرض خضروات طازجة تم زراعتها بداخل الثلاجة نفسها، وذلك عن طريق نظام الزراعة المائية بدون تربة وباستخدام المياه فقط، والتي يتم ضخها من خزانات موجودة في أسفل الثلاجة مع إضافة الأسمدة والمغذيات. لو نتكلم عن مشاكل المية، فالزراعة عامة في العالم بتستخدم تقريباً 75% من مخزون المياه العذبة، فإحنا بنوفر أب تو 90% من المياه المستخدمة في الري. رقم 2 الفائد، في تقريباً في السوبر ماركت 50% من المحصول اللي بيخش بيتم فقده عن طريق ان هو محدش اشتراه. احنا الحاجه مزروعه لحد ما يشتريها اي حد، فما بتبصش خالص. واخر حاجه النقل، التلوث اللي بيتم عن طريق نقل الحاجه من المزارع الى السوبر ماركتس احنا بنوفره تماما، لان احنا بنزرع في المكان اللي بيتم فيه استهلاكه او بيعه. النظام يستخدم مياها اقل بنسبه 90% مقارنه باساليب الزراعه التقليديه، كما يقلل من نسبة الطعام المهدر ويساعد في تقليل انبعاثات الكربون لعدم الحاجة إلى نقل المحاصيل. الزراعة اللي بتحصل هنا اسمها الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة، فاحنا ما بنستخدمش أي تربة جوه التلاجة دي. كل حاجة بتتم جوه المية، التسميد نفسه أو التغذية اللي بيحتاجها النبات موجودة جوه المية في دورة مغلقة، معنى المية بتتحط في تنكات تحت، البمبس مضخات بتضخ المية لفوق، تنزل المية تغذي كل الأطباق دي اللي فيها النباتات. بيجي العميل بياخد حاجة يدفع ثمنها وبعديها بتيجي تستبدل بنبات تاني. كمان بنوفر في قيمة النقل أو تكاليف النقل، إن احنا بنزرع في المكان بتاع قدام المستهلك على طول،
كمان المستهلك بيستهلك بياخد الخصايه او المنتج فريش، هو ما فيهاش تغليف، ما فيهاش باكجينج، ما فيهاش اي استخدام لحاجات بلاستيك او مواد ضاره، لا هو بياخدها فريش كده ويقدر يحتفظ بيها تكمل كمان اسبوع او 10 ايام عايشه يستهلكها فريش جوه المنزل. وتعتبر ندرة المياه أحد التحديات الرئيسية الناجمة عن تغير المناخ، وهي إحدى المناقشات الرئيسية في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. دلوقتي نروح مع حضراتكم لموجز لأهم وآخر الأخبار مع لميا. تفضلي يا لميا. شكراً هدير. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية وبالتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال وتذليل كافة التحديات التي تواجههم بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بتعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية. ووجه الرئيس السيسي أيضا بتذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بدأ وفد طبي مصري بإجراء عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، ويستمر عمل الوفد الطبي لمدة 10 أيام لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلاً عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع. يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفي ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير مسارات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، مشيرا إلى حرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص. وخلال اجتماع له استعرض مدبولي خطة النهوض بالتعليم الفني والحرفي والتوسع في المؤسسات التي تقدمه بمستوى متميز. حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قواته على أخذ المزيد من الأسرى من الجنود الروس، قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا. جاءت تصريحات زيلنسكي بعد ساعات من تنفيذ الجانبين إحدى أكبر عمليات تبادل للأسرى حتى الآن، إذ تبادل 218 محتجزا من بينهم 108 نساء. قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية أن القصف الروسي قطع الكهرباء مرة أخرى عن إحدى محطات الطاقة النووية بمنطقة دينيبرو، وحسب ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمغال فإن ضربات روسية استهدفت منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي في مئات البلدات. تستعد فرنسا اليوم لإضراب عام خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات في باريس ضد غلاء المعيشة على خلفية نقص المحروقات. هذا وأعلن وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير بأنه ينبغي تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها. أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن أسفها لأخطاء ارتكبتها في الملف الاقتصادي، وأكدت تراس تمسكها بمنصبها لما فيه من المصلحة العامة. يأتي تصريحات تراس بعد مرور 6 أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية والتراجع عن خطتها لتحقيق النمو الاقتصادي عبر خفض الضرائب، وذلك بعدما تسبب الإعلان عنها باضطرابات في الأسواق، فضلا عن انقسام كبير في حزب المحافظين إلى جانب انتقادات حادة من حزب المعارضة.
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بإنهاء المعارك في منطقة تيغراي بإثيوبيا، قائلا إن الوضع يخرج عن السيطرة، ودعا إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من الصراع، مشيرا إلى أن العنف والدمار بلغ مستويات مقلقة للغاية. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. لا صوت يعلو في العالم فوق صوت تغير المناخ، الجميع يتحدث والجميع أيضا يترقب قمة المناخ COP27 اللي هتعقد في مدينة شرم الشيخ. خلينا نشوف الاستعدادات التي تجري على قدم وساق من كافة الأجهزة الحكومية وكافة منظمات المجتمع المدني. تعالوا نروح دلوقتي لشرم الشيخ، زميلنا رامي محمد هناك هيقول لنا آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة هذا المؤتمر. صباح الخير رامي. صباح الخير مصطفى، صباح الخير هدير، صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر. من مدينة السلام والأمل مدينة شرم الشيخ، العمل هنا بالفعل على قدم وساق استعدادا لمؤتمر المناخ COP27 في الشهر القادم. كمان بنتكلم على استعدادات في كافة المناحي والمجالات المختلفة، منها المكان اللي أنا متواجد فيه دلوقتي هو الممشى السياحي الجديد، الممشى اللي الجميع هنا بيتكلم عنه وعن إزاي تم تدشينه بشكل ومواصفات دولية وأوروبية. الممشى ده اللي بيمتد طوله لستة كيلو متر، وبنتكلم كمان على امتداد عرضي من 10 لـ 12 متر. الممشى كمان دشن على شكل انه يكون فيه أكتر من مسار، 3 مسارات، مسار للمشاة ومسار أيضا للدراجات وركيب الدراجات، وكمان هذه الرياضة مفعلة بشكل كبير جدا هنا في شرم الشيخ، وكمان جزء ومسار آخر للحافلات وركيب التاكسي والسيارات وغيرها من المواصلات. واحنا بنتكلم كمان على الممشى هناك تطوير ورفع كفاءة وتحديث لعدد من الطرق وأيضا الميادين هنا في شرم الشيخ والبوابات، تحديدا البوابات المطلة على الطرق القادمة والمؤدية إلى مطار شرم الشيخ في استقبال كافة الوفود المشاركة في المؤتمر. كمان هذه الطرق وأيضا هذه البوابات تم رفع كفاءتها، تم كمان وضع اللاندسكيب، المساحات الخضراء، الإنارة وغيرها من أمور خاصة بتطوير وتحديث هذه الطرق بمواصفات دولية وتكون أيضا صديقة للبيئة. واحنا كمان بنتكلم عن الطرق وتجديدها، لا ننسى كمان منظومة النقل، هناك أسطول نقل هنا في مدينة شرم الشيخ، هذا الأسطول صديق للبيئة، أسطول محافظ على عدم وجود أي انبعاثات هوائية. كمان بنتكلم عن 260 حافلة ما بين أوتوبيسات وأيضا التاكسي الأخضر وغيره من وسائل المواصلات الصديقة للبيئة والخضراء والذكية، أيضا بتواجد العديد من المعاملات الرقمية بداخلها حتى تكون موائمة وأيضا متطورة ومتماشية مع كافة المواصفات الدولية. وإحنا بنتكلم عن منظومة النقل، ما ننساش كمان تدشين وتطوير ورفع كفاءة لعدد كبير من الميادين هنا في مدينة شرم الشيخ، بنتكلم على 15 ميدان تم وضع المساحات الخضراء والإنارة وأيضا لاندسكيب، وأيضا هذه الميادين على رأسها ميدان أيقونة السلام. هذه الميادين استعدت بكافة الطرق، وكانت هناك جولات لعدد من المسؤولين التنفيذيين هنا في مدينة شرم الشيخ للاطمئنان على اللمسات الأخيرة في هذه الميادين. كمان واحنا بنتكلم عن الأمور والمشروعات الصديقة للبيئة، هنا في هذا الممشى يتواجد عدد من المبادرات لبعض الشباب وأيضا المبادرات الصحية، المبادرات الخاصة بإعادة تدوير النفايات والمخلفات. بنتكلم عن بعض الماكينات المتواجدة على امتداد الممشى، هذه الماكينات بيتم وضع فيها أي مخلفات أو أي نفايات ويتم تحويلها وإعادة تدويرها مرة أخرى. كمان واحنا بنتكلم عن إعادة التدوير والمشروعات الصديقة للبيئة،
هناك عدد من المبادرات الأخرى الخاصة بإعادة تدوير بعض المخلفات من الفنادق وغيرها. وهنا هروح لمنطقة جديدة وهي العلامة الخضراء. بعض الفنادق هنا وبعض المواقع والمنتجعات وأيضا الأماكن السياحية والفندقية تحصل على العلامة الخضراء نتيجة لبعض المعايير، وجود إدارة بيئية داخل هذه المنشأة السياحية والفندقية، كمان بعض المعايير من اللجان الموجهة من البيئة وعلى المستوى الدولي ومعايير دولية لحصول على العلامة الخضراء. يعني احنا بنتكلم على فندق بعدد من الخدمات والنجوم والأنشطة، لكن لما بيضاف لي العلامة الخضراء بيكون صديق للبيئة نتيجة الممارسات والمعاملات بداخله وفقا لمعايير بتحددها اللجان المشرفة على العلامة الخضراء أو منح هذه الفنادق العلامة الخضراء. وكمان بيكون في إدارة بيئية داخل كل منشأة سياحية وفندقية خاصة بالمعاملات البيئية وإعادة تدوير المخلفات وعدم وجود أي انبعاثات تضر أو تؤثر في التغيرات المناخية. كمان وإحنا بنتكلم عن التطوير اللي بتشهده مدينة شرم الشيخ والتهيؤ والاستعداد لمؤتمر المناخ، لا نغفل طبعا واحنا بنتكلم على التحول لمدينة صديقة للبيئة، مدينة خضراء، دخول وبدء تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية هنا على مساحة 250 ألف متر في مدينة شرم الشيخ، وهي يعني أول وأكبر محطة طاقة شمسية على مستوى جنوب سيناء كاملة. وكمان بنتكلم على القدرة الإنتاجية لها 42 جيجا وات، وبنتكلم على الطاقة اللي بتشتغل بيها 20 ميجا وات. هذه المحطة اللي هتكون بادرة لتحول مدينة شرم الشيخ بأكملها صديقة للبيئة، وكمان تعمل وفقا للكهرباء النظيفة. وهذه المحطة كمان بتمد ما لا يقل عن 120 منشأة، وبنتكلم عن 6000 غرفة فندقية، ومع المراحل المقبلة منها هتكون مدينة شرم الشيخ بأكملها تعمل بالطاقة النظيفة أو الكهرباء النظيفة. كمان واحنا بنتكلم عن البيئة، البيئة هنا في شرم الشيخ مرتبطة بمستقبلها بتاريخها بوجود متحف للسلام والبيئة، المتحف اللي موجود في المنطقة الخضراء، ومن المعروف ان المنطقة الخضراء هيقام فيها بعض الفعاليات الموازية للفعاليات الرئيسية اللي هتكون في مؤتمر المناخ. الفعاليات الرئيسية هتكون في المنطقة الزرقاء. كمان بنتكلم عن تحول تام لكل المنشآت هنا وكل المؤسسات، وكمان العمل على قدم وساق حتى تكون مدينة شرم الشيخ من المدن الرئيسية الصديقة للبيئة والخضراء والذكية أيضا في المعاملات سواء المعاملات الرقمية وغيرها. كمان لا نغفل الجانب الطبي، أغلب المواقع الطبية هنا والصحية استعدت على أتم الاستعداد برفع حالات الطوارئ وأيضا برفع كفاءة لكافة الأقسام، وبيأتي على رأس هذه المواقع مستشفى شرم الشيخ الدولي، المستشفى اللي استعد بكافة أقسامه العناية المركزة والطوارئ، وكانت هناك جولات تفقدية للمسؤولين هنا في مدينة شرم الشيخ للإطمئنان على كافة الاستعدادات بمستشفى شرم الشيخ الدولي. وإحنا بنتكلم عن مدينة بأكملها بتستعد بكامل طاقتها وبكل المناحي سواء النقل سواء الممشى والطرق والميادين لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27. العمل هنا دون توقف، وأيضا كل يوم هناك جديد. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا لك يا رامي، ويعني بالفعل العمل يستمر في شرم الشيخ على قدم وساق، وكل الملفات اللي انت ذكرتها سواء ملف النقل سواء ملف الطاقة سواء وجود الألواح الشمسية سواء وجود حتى ركوب الدراجات، أعتقد أن مدينة شرم الشيخ بتقدم مش بس للعالم كمان للمصريين نموذج لمدينة صديقة للبيئة، مدينة خضراء تحافظ على البيئة. أشكرك مرة تانية يا رامي على كل الإضافات اللي انت عملتها. نروح مع حضراتكم من شرم الشيخ لسوهاج، واللي اشتهرت بصناعة النسيج اليدوي من يعني آلاف السنين في مدينة أخميم، واللي بتشتهر بصناعة النسيج الحديث، وتميز نسجو سوهاج بإنتاج الحرير الطبيعي والمنسوجات زي الكوفرتات والشيلان والإشربات ومفارش السرير. أخميم التي تقع شرق محافظة سوهاج هي أقدم مدينة لصناعة النسيج اليدوي والحرير في العالم، وكان يطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ، وهي مدينة العشرة آلاف نول. بدأت الصناعة بها منذ عصر الفراعنة،
وعلى مر العصور كان بكل منزل من منازلها نولا لصناعة النسيج العادي أو لصناعة الحرير الذي ميز أخميم عالميا، وكان مقصدا لملوك وأمراء عديدين من دول العالم. فعلى مر العصور لا يكاد منزلا بأخميم يخلو من نول، ولا يوجد صوت بتلك المنازل كان يعلو عن صوت الأنوال. قارة النسيج بحر القوصر تجمل 150 وحدة نسيج يدوي شغالين. طبعا كانت بتواجهنا مشاكل كتيرة في التسويق والخامات والمنتجات بتاعتنا. طبعا احنا النهاردة بنصدر لدول كتيرة في شركات تصدير ومكاتب تصدير، بنصنع الكوفرتات ومفرش السفرة والكتان والحرير الطبيعي. ما كانش في حد حضرتك في القرية دي طبعا يعرف يعني ايه تسويق او يعني ايه معارض ويعني ايه تعاقدات بره. فطبعا المشكله دي حلها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل من المحافظه والبنك الدولي بتدريبات طبعا في ديوان العام المحافظه باستمرار. دكاتره بتيجي من القاهره بتدينا شهاده تسويق وبتعلمنا عن التسويق ويعني نصور المنتجات بتاعتنا ويعني نتعامل مع العملاء بطريقه كويسه ونعرض الحاجات بتاعتنا بطريقه كويسه. هو كان الاول تمام المشروعات دي كانت مدفونه تمام البركه في سياده الرئيس تمام. احنا خدنا قبل عن كده دوره عن الصباغة نصبغ ازاي ونعمل ازاي تمام، والحمد لله نجحنا فيها. صناعة النسيج اليدوي بأخميم واحدة من الصناعات التراثية التي اهتمت الدولة المصرية بها، والتي ينادي بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة لإحياء تلك الحرف وإقامة معارض كبرى لها. تلك المعارض ساهمت بشكل كبير في إعادة الحياة لتلك الحرف التراثية ذات الطابع الخاص والتي تعبر عن الهوية المصرية. القرية دي نشأت وقالوا إن احنا عايزين أحسن نساج إن هو ينهض بيها ويعلم الصناعية أفكار جديدة، فجابونا من أخميم وحطونا هنا هو، فدربت ونهضنا بالمهنة ومن فترة بسيطة فإن شاء الله بمشيئة الله نشأنا بأفكار جديدة. الأفكار ده هي طبعا لما استهمت بنا الدولة وكان عنده السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فعطانا روح وقال إن السيد الرئيس عايزكم تنهضوا بالمهنة دي وأيها مساعدات وأيها تسويق وأيها مشاكل وأيها حاجة تقابلكم السيد المحافظ هيحلها لكم، والأمر دي يجي من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. فمشكور نهض بينا وشغالين أفكار جديدة، حتى شغالين بأفكار في معبد أبادوس للأجانب، شغال رسومات وألواح جميلة جدا. جيت هنا حضرتك كنتش أتعلم ولا بشتغل أساسا، وتعلمت هنا على الكليم وعلى الشغل النول اليدوي. فقامت الدولة كانت مطارحة الدولة حضرتك على تعليم وقايمة بمبادرة ان هو يعلم الشباب ويوقف مع الشباب، فدخلت فيها وتعلمت شغل النسيج وتعلمت شغل النول. فبرضو من المبادرة برضو دخلت مراتي، دخلت من المدام مراتي معاي وأولادي، فدلوقتي احنا الحمد لله بنشتغل انا ومراتي وأولادي في النسيج اليدوي، وبنشتغل على كافورتات وعلى كلمات وعلى كل شيء في يختص بالنسيج اليدوي. الحكومة من جانبها لم تترك تلك المهنة في مواجهة العقبات، بل أنها سعت جاهدة للحفاظ عليها من خلال إنشاء قرية لصناعة النسيج بحي الكوثر التي لا تبعد كثيرا عن مدينة أخميم، وضمت العديد من النوالين من أجل الحفاظ على المهنة من الانقراض. هو ده دور الدولة بالفعل اللي مفروض تعمله لما يبقى فيه صناعة وطنية أو صناعة تراثية زي الحرير الأخميمي اللي ليه شهرة عالمية كبيرة جدا في كل أنحاء العالم. ربما احنا في مصر نعرف الحرير الأخميمي اللي جاي من سوهاج، لكن هو كمان بره مشهور. الدولة لقيت ان هم ناقصهم شوية تسويق، ناقصهم شوية معاملات تجارية، ناقصهم شوية حاجات. شفنا طبعا النماذج كمان بتاعتهم في معرض تراثنا اللي من خلاله قدر الصانع البسيط اللي قاعد في ورشة بسيطة جدا بيصنع الحرير
ان هو يوصل للعالميه عن طريق بعض التسهيلات الحكوميه البسيطه. مسألة كمان انه ننقل المهنه للاجيال اللي جايه عن طريق شيوخ المهنه علشان ما يحصلش اندثار لمثل هذه المهن اللي هامه جدا قومي بالنسبه لنا. ده تراث وهويه مصريه لابد من الحفاظ عليها، مساله غايه في الاهميه. نروح معانا دلوقتي مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد نكمل الكلام، خليكم على طول معانا. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار المحليه الرياضيه والعالميه. وخلونا نبدا نشرتنا الرياضيه مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي بيحاول يبحث مع جهازه المعاون جمع اكبر عدد من المعلومات عن فريق الاسماعيلي قبل المباراه اللي هتجمع الفريقين بكره على استاد برج العرب ضمن منافسات الجوله الاولى من مسابقه الدوري المصري. وخاض فريق الإسماعيلي تدريباته الرئيسية على استاد الإسماعيلية، وده ضمن برنامج الإعداد استعداداً لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الافتتاحية على ملعب الجيش في برج العرب. وشهدت التدريبات على مجموعة من الخطط الفنية واللي بتستهدف الوصول لمرمى المنافس من أقصر الطرق. من ناحية تانية، بدأ فريق نادي الزمالك تدريباته امبارح بجلسة خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فريرا ولاعيبة الفريق. وشهد الاجتماع حديث فريرا عن أهمية مباراة سموحة، خصوصا أنها انطلاقة الفريق في مسابقة الدوري الممتاز. وكمان أكد المدير الفني البرتغالي للعيبة على أهمية استغلال كل الفرص والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز. منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر استقبل عرض من نظيره الأوزبكستاني لخوض مباريتين وديتين في شهر نوفمبر اللي جاي، وده في ضوء تحضيرات منتخب أوزبكستان لبطولة آسيا للشباب وتحضيرات منتخب الشباب المصري لنهائيات بطولة أمم إفريقيا في شهر فبراير اللي جاي. في الدوري الإيطالي حقق فريق روما فوز صعب على فريق سامبدوريا بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي. بالنتيجة دي قفز فريق روما للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، وسامبدوريا في المركز الأخير برصيد 3 نقط. أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي استقبل دفعة قوية بخصوص حالة النجم الفرنسي بول بوجبا، وده بعد الإصابة اللي سبق وتعرض لها قبل بداية الموسم اللي جاري. وأكدت تقارير إيطالية أن بوجبا بيخوض المرحلة الأخيرة من عملية التعافي الكاملة من إصابته، وهيرجع لتدريبات يوفنتوس يوم الاثنين اللي جاي، وهيظهر أمام بنفيكا في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 25 أكتوبر. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أن ساني تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة الفريق قدام فايربرغ في إطار الجولة العاشرة من الدوري الألماني. ووضح النادي على موقعه الرسمي أنه تم نقل ساني للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة اللي أظهرت إصابته في أوتار الركبة، وأن التشخيص الرسمي لحالة اللاعب دلوقتي هي تعرضه لتمزق عضلي في فخده الأيسر. مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا، وما زلنا بنتكلم عن الرياضة. اليوغا رياضة هندية المنشأ. رياضة غريبة جدا، ربما الواحد لما بيجي يتأمل هذه الرياضة بيلاقي إن ما فيهاش مجهود بدني حقيقي، لكن كمية التأمل اللي فيها وكمية الجلوس لفترات طويلة جدا بتساعد على الصفاء الذهني، بتساعد على المرونة الجسدية. لو حد عنده حاجة في الفقرات بتقويه، بتقوي العضلات، بتعمل استرخاء نفسي، بيساعدك على التركيز بشكل كبير جدا. ناس كتير جدا جربت اليوجا وقالت انها من الرياضات المهمة جدا. الجديد كمان في الأبحاث اللي اكتشفوا ان اليوجا مهمة جدا لمريضات مرض سرطان الثدي، لانها بتساعدهم على تجاوز المشاكل النفسية اللي بيعانوا منها اثناء رحلة العلاج. كلام كتير جدا عن هذه الرياضة اللي انتشرت في جيمات كتير جدا من مصر وفي انديه كتيره من مصر. الكوتش سوما ممدوح مدربه اليوجا منورانا النهارده في استوديو صباح الخير مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك صباح النور. خلينا ناخد كده ايه جانب تاريخي، يعني احب برضو يعني ايه افهم يعني ايه اليوجا رياضه هنديه، نشات امتى، كيفيه نشاتها، في الهند كانوا بيتعاملوا بيها ازاي وازاي انتشرت في العالم قبل ما نخش في تفاصيلها. يعني
هي اليوجا في الاول بدات في الهند، هم كانوا عاملينها كلمه يوجا جايه اصلا من اتحاد، اللي هو زي اتحاد الجسم والروح والعقل مع بعض، ان احنا نوحد كل ده مع بعض عشان نقدر نتحد مع الكون. فهم الجم الهنود كانوا بيستخدموها في الديانه بتاعتهم شويه، وابتدى الموضوع يتطور بعد كده في الغرب ان هم ابتدوا يعملوها الحركات، فابتدوا يستخدموها كرياضه عشان نقدر نوصل لمرحله التامل. فالحركات دي اللي احنا بنعملها دي بتساعد الجسم في حاجات كتير قوي، وبتخلينا نوصل لمرحله المديتيشن واحنا بطريقه سهله، لان انت ما ينفعش تجيب شخص تقعده كده وتقول له صفي ذهنك، هيبقى الموضوع بالنسبه له صعب قوي. فلما بيبتدي يعمل مجهود بيبتدي الموضوع عليه بيبقى اسهل اكتر، فيبتدي العقل بتاعه يفضل اول. طيب ايه اهميه ممارسه اليوجا في حياتنا؟ اليوجا مهمه قوي في حياتنا، هي المفروض تبقى لايف ستايل. الناس كلها الفتره الاخيره ابتدت تتجه للموضوع ده، لان هم لو ان هو ليه اهميه كبيره قوي، اهميه نفسيه واهميه جسديه. هو بيساعدنا في ان احنا نقوي عضلاتنا ونكتسب المرونه ويكون عندنا شكل جسم كويس، لانها بتساعدنا برضو على التخسيس. في انواع منها زي وهي ما فيهاش نشاط بدني قوي، يعني هو ده الموضوع اللي انا مش فاهمه بقى يعني. هي في منها انواع اسمها باور يوجا، الفينياستا والاشتانجا، دول مشتقين من الهاتا يوجا. الهاتا يوجا دي اساس اليوجا كلها. الاشتانجا والفينياستا دول بيبقوا باور، بيبقوا بنعمل فيهم حركات سريعه بطريقه سريعه، وبنقعد في البوزيشن يعني حوالي 5 أو 10 أنفاس، يعني مش قاعدين على مات ومغمضين عينينا، لا خالص. هي حركات يعني تمارين ومتعبه، يعني هي متعبه للناس لسه اول مره تبدا، وتحسسك ان انت حركتي عضلات جسمك كلها. خلي بالك ان يعني في تمرين زي البلانك، طبعا انت عارفه البلانك اللي هو انك تقعد على كده، بنعمله في اليوجا كتير. ما هو هو يعتبر يعني انك تثبت جسمك لفتره معينه، ده بيشد الاعصاب والجسم كله، وبيخليه يحرق اكتر او بيخلي الجسم مشدود اكتر. ما هو كل ما البني ادم عمل هولد في الحركه، كل ما ابتدى المعدل الهارد ريت بتاع قلبه ابتدى يعلى، فيبتدي ده يعلي معدل الحرق عنده اكتر، فتلاقي الموضوع جسمه بقى اكتف وسخن اكتر، فيبتدي يحرق وهو قاعد. وهو قاعد دي الرياضه الوحيده اللي هو قاعد. هي الرياضه دي وانت قاعد، بس مش في كل البوزس، يعني ممكن ابقى قاعده مربعه رجلي، ده مش هحرق كده، المفروض هقوم واعمل حركات، وفي حركات وانا قاعده بس مش وانا مربعه. فاهمني؟ طيب يعني في حركات معينه. تعرفيني على انواع اليوجا، كملي. اليوجا في الهاتا يوجا، دي اساس اليوجا كلها يعني، اشتقوا منها. وايه الفروقات اللي ما بين الانواع دي؟ الهاتا يوجا مناسبه للناس اللي لسه بتبدا، ويعني والناس الادفانس، تعلمك ازاي تعملي البوز من الاول للاخر، تعلمك الحركات اللي هي الحاجات اللي هي عامله كده دي، اللي هو لا الحركات كتير كاتب كده الفرعون. هو دوت دي بتاعه المديتيشن، اللي هو خلاص احنا وصلنا لمرحله المديتيشن، المرحله الاخيره، فبنقعد كده عشان نبتدي نصفي ذهننا ونفكر شويه مع نفسنا. بتقوي لك عضلات جسمك وبتساعدك ان انت تتعلمي يعني ايه يوجا. الفينياستا والاشتانجا صعبين شويه، لان بيبقوا محتاجين حد اتمرن هاتا يوجا مثلا بقاله فتره فيقدر يتمرنهم، لانها بتشغل الجسم كله بطريقه سريعه جدا، وبتعلمك تعملي حركات انفيرجنت، اللي هو يعني ممكن تقفي على راسك او تقفي على ايدك، ده في الاشتانجا يوجا. تقعدي قد ايه مثلا كده؟ في ناس بتعمل مديتيشن اصلا عامله كده، يعني ممكن تقعد كتير هنا، ممكن نقعده 3 دقايق 5 دقايق. في ناس بتقعد كتير عادي، عضلاتها مؤهله لده. يعني هم عملوا التمرين ده كتير قوي، فخلاص جسمهم خد على الحركه دي، فخلاص بقى يقعدوا فيها يحسوش اصلا ان هم شغالين، ولا هم قلبين راسهم ولا اي حاجه. قلبين راسهم كدا. راسهم في الارض ورجليهم فوق. لا انا اعرف اليوجا اللي هي كده، ما اعرفش اليوجا الثانيه دي. قلبين راسهم واقفين كده، ده يوجا. يوجا. وفي عندنا اليين يوجا. اليين يوجا دي بتبقى بنقعد في البوز من 3 دقائق ل 8 دقائق، بتفضلي ثابته على نفس الوضع، ده بيوصلك لمرحله استرخاء اعلى، وبيخلي مرونه في المفاصل بتاعتك تحصل اكتر، لان احنا بنسيب جسمنا ينجذب اكتر مع الجاذبيه، فالمفاصل بتاعتنا بتبقى مرنه. كل ما تقعدي في البوز اطول كل ما جسمك ياخد عليه ويرتاح اكتر. طيب الدلائل العلميه لقد ايه اليوجا بتفرق في النفسيه؟ دلائل كتير قوي، يعني بنسبه كبيره قوي الناس اللي مارسوا اليوجا وغير الناس اللي بيمارسوا، يعني الناس بيمارسوا اليوجا بعدها بتلاقي ان هم بيحسوا ان نفسيتهم بتتحسن كتير جدا، بيبقى عندهم طاقه ان هم يشتغلوا، بيبقى عندهم طاقه ان هم يعملوا حاجات كتير قوي، وبيحسوا ان جسمهم بيختلف. حتى احنا هنشوف بقى عندنا هنا حتى في الاعلانات في كل حاجه هتلاقي اليوجا دخلت في كل حاجه، لان الناس ثقافتها كلها راحت للحته دي، لان لقوها انها حاجه متكامله، يعني سهله وفي نفس الوقت تعلمك حاجات جديده، بتحس ان جسمك قادر يعمل حركات انت مش متخيلاها، بتوصلي لمرحله المديتيشن وتقدري تتخلصي من الطاقه السلبيه.
انت قلت لي انك كنت بطلة في ألعاب القوى وحبيتي موضوع اليوجا ده، يعني قلت ان واحترفتي فيه ودرستي فيه وبتدرسي في اكتر من جيم او بتدي كورسز في اكتر من جيم، في اقبال بقى على قصة اليوجا؟ يعني انا بروح كذا جيم فعلا بشوف ان في كورسات يوجا، بس يعني فعلا يعني في ناس بدأت تستوعب حاجة زي كده؟ يعني برضو مثلا كان في حاجة زي الكيك بوكسنج مثلا بدأت وانتشرت جدا، كان في لا هو الناس كتير جدا يعني ما شاء الله، يعني في ناس تبقى لسه اليوجا يعني ايه نداها كده، ساعات في ناس اليوجا بتسحبه، هو دخل اول مره يجرب اول ما بيقعد كده ممكن من اول خمس دقايق تلاقيه عايز يطلع، هو حاسس ان ده مش مكانه، بس انا بقعد اقول له لا لازم تستنى لاخر الكلاس، لان اليوجا بتبقى شويه متعبه في الاول بس في الاخر هتحس بقيمه الكلاس، هتحس ان انت خرجت قد ايه مرتاح وقدرت تخلص من الطاقه السلبيه، وهتلاقي نفسك حاسس انك خارج جديد. لقيت فعلا ناس كتير بيبقى الاقبال عليها كتير جدا، يعني الناس بتستناه من الاسبوع للاسبوع عشان يعني يكملوا بقى الاسبوع وهم عندهم طاقه ايجابيه. فالموضوع بالنسبه لهم صراحه حلو قوي. احنا بنشوف نجوم عالميين، يعني شفنا محمد صلاح في اكتر من حاجه عمل اليوجا، وبرده فعلا الواحد برده يعني برده بتدور في ذهنه الاسئله، يعني هو ما بيتحركش، هو مجرد بس مثبت نفسه، وده بالنسبه له تمرين. ما هو مثبت نفسه على رجل واحده، دي عايزه اولا تدريب على التوازن، ان هو يعرف يقف على رجل واحده كده، وان هي بتعمل له تقويه للعضلات اللي هو الرجل اللي هو واقف عليها. صحيح. فبتقوي عضلاته جدا. في حاجات تؤهلك لانك تعملي يوجا، ولا اليوجا بتؤهل اللي بيدخل الكلاس اليوجا بيتم تاهيله بقى عضليا وعصبيا علشان يقدر يلعب يوجا؟ احنا بنبتدي معاه البوزز من الاول، يعني البوزيشن بيبقى ليه كذا مرحله. احنا بنبتدي مع الناس اللي لسه داخلين، وفي كمان بتبقى ادوات بيستخدموها، يعني ممكن في واحد ما يقدرش يلمس الارض بايده يوطي ويلمس الارض، فبنحط له بلوك كده بيسند عليها كانك بتعلي له الارض. ما بيعرفش يمسك رجله، فبنجيب له حبل او استك يمسك بيها رجله، فبنحاول نسهلها عليه شويه عشان ما يحسش ان هو متضايق او هو حد جنبه بيعمل وهو مش عارف. في ناس بتحس كده تقول لك انا مش هحضر تاني عشان انا مش مؤهله، انا مليانه. بس اليوجا لازم ما يبقاش فيه فاتس او يبقى يعني لسه هقول لا، يعني في ناس ما شاء الله مليانه جدا وتلاقيهم في اليوجا والفلكسبيليتي عاليين قوي، ملوش علاقه بشكل الجسم. هو ليه علاقه بالفكر. متوسط الاعمار اللي بتلعب يوجا قد ايه؟ بصي، هو المفروض اليوجا نبتديها مع الاطفال من سن 8 سنين، مع الكبار بقى ممكن يبتدوهم عندهم 70 سنه عادي. كان شفت بره في الجناين بيلعبوها قدام الناس في كل الحدائق الكبيره. بص، هو في كمان بره اساسا، يعني اليوجا موجوده في كل حاجه، في المستشفيات وفي الاماكن التاهيل وفي كل حاجه، هم شايفين ان هي حاجه كنوع من انواع العلاج، يعني بيبقى تاهيل بعد العلاج الطبيعي. يعني دكتور العلاج الطبيعي دلوقتي عندنا في مصر بيقول للناس يعني بعد العلاج الطبيعي الاحسن انك تروح تلعب يوجا، لان دي هتساعدك اكتر انك تعمل استمراريه لشكل العلاج ده. وبعدين هي مثلا بتجيلي تقول لي مثلا انا عندي 1 2 3 والدكتور قال لي ما اعملش 1 2 3، او الدكتور عايزني اركز على حاجه معينه، فانا ببتدي اخد من بالي من الحاجات دي في الكلاس وابتدي اركز عليها. الحمد لله بنلاقي ناس كتير بشكل كبير بتتحسن. كلميني عن حاله الصفاء الذهني، يعني ايه صفاء ذهني؟ يعني انا اقعد ساعه كده طب انا هفكر في ايه، والتفكير ده هيوديني في ايه، وانا يعني ايه افضل ساكت ما بصش في موبايلي ما اعملش تليفون لمده ساعه كامله؟ ايه اللي ممكن الواحد يوصل له في حاجه زي كده؟ هي ان احنا مشكلتنا ان احنا في حياتنا طول الوقت بنفكر في اللي هيحصل واللي حصل، ما بنفكرش في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. تمام. فاحنا المديتيشن بيخلينا نفكر مع نفسنا احنا هنا دلوقتي، احنا قاعدين دلوقتي، انا قاعد مع نفسي بقى بفكر مع نفسي، بواجه نفسي بكل حاجه انا متناسيها وبحاول اتخلص منها، لان الشخص اللي بيفكر اللي هو بيتناسى حاجات بتفضل جواه محبوسه جوه جسمه، بتطلع بقى في هيئه حاجات كتير قوي، ممكن يلاقي ظهره بيوجعه، يلاقي ركبته بتوجعه، عنده حاجه عضويه وهي في الاخر اساسها حاجه نفسيه، ان هو كتم شعور جواه وافتكر ان هو نسيه. فاحنا بنأهلك في المديتيشن، انت مش بتقعد بس ساكت، بيبقى الانستراكتور بتقعد تتكلم وتخليك ان انت قادر توصل بصفاء الذهن في اللحظه دي. طيب، انت قلتي ان دكاتره العلاج الطبيعي بيقولوا للناس روحوا العبوا يوجا بعد ما يخلصوا العلاج الطبيعي. ايه كمان الريكومنديشنز اللي بتجيلك من الدكاتره، التوصيات اللي بتجيلك من الدكاتره، واي التخصصات اللي المفروض لو المريض عيان بحاجه ما يجي بعدها يلعب يوجا للتعافي؟ في عندنا مرضى سرطان الثدي، وعندنا الناس اللي عندهم مشاكل. احنا في اكتوبر ده شهر التوعيه بسرطان الثدي.
فهو انا السنه اللي فاتت طلعت معاهم في الجونه، كان تبع وزاره الصحه، كان مبادره حلوه قوي وبتحسن نفسيه الناس. يعني ان حصل دراسه في كندا اكدت ان الناس اللي عندهم مرضى سرطان الثدي لما ابتدوا يلعبوا يوجا ده حسن في نفسيتهم جدا، ولما نفسيتهم بترتفع والعامل النفسي طبعا عامل مهم جدا، بيرفع عندهم يعني المناعه جدا، صحيح، فبيخلي نسبه الشفاء عندهم اعلى واحسن. دكتور العلاج الطبيعي والناس اللي عندهم مرض الام اس واحنا نمور العضلات، احنا بيجي لنا ناس يعني فعلا ممكن تكون مش بتقدر تتحرك خالص، بس المفروض الناس دي تتعامل في كلاس مع ناس زيها، يعني احنا المفروض الكلاس كله يبقى كده عشان ما حدش يحس ان هو متضايق او غيره بيعمل او كده، ده بيأثر على نفسيته اكتر. في نوع من انواع الدمج. اطول فتره واحد قعدها في يوجا متامل قد ايه؟ في ناس احنا بنعمل ساعات مديتيشن كلاس ساعه وفي بنعمله 10 دقائق في الاخر او ربع ساعه، لكن في ناس محترفين ممكن يقعدوا اكتر من كده. في ناس عندها قدره رهيبه على انها تفضي عقلها، يعني هي قادره ان هي هقعد دلوقتي انا هعمل مديتيشن وهفصل. هي فكره اصلا انك تفكر تعمل مديتيشن انك تركز على نفسك، اول ما ركزت على نفسك هتلاقي مخك سنه بيفصل. الموضوع يعني ممكن يعني هو علاج نفسي بي بي بيؤدي الى علاج عضوي وبيؤدي الى حرق كمان للكالوريز. بيعمل يعني هي حاجه متكامله، عشان كده الناس هي حاجة حلوة قوي. حاجة غريبة جدا. هي حلوة بصراحة جدا يعني، والناس اللي بتمارسها بتحس بفايدتها، يعني ممكن مش من اول كلاس تحس، يعني تحس ان هي خارجة مبسوطة، بس بتحس في التعامل بعد كده، هي من جواها وصلت لمرحلة سلام نفسي، وهي بتفهم بعد كده ان ده وصلت له من اليوجا. لان اليوجا بتعلمنا الاخلاق وبتعلمنا حاجات كتير قوي قبل ما تكون هي رياضة اصلا. ازاي بتعلمنا الاخلاق؟ يعني بتعلمنا ان احنا ان اليوجا بتبتدي اول ما بنسيب المات، مش اول ما بنقف على المات، ان احنا ازاي هنتعامل مع الناس اللي قدامنا. يعني في حاجه اسمها كارما يوجا، بتعلمك ان انت ازاي تدي الناس وما تستناش، ان انت تساعدهم، ان انت ما تخليش حد. مبادئ لليوجا يعني؟ مبادئ لليوجا. انتوا بتقولوها للناس مثلا وهي بنقولها طبعا، بنعلمها كمان للاطفال، بنعلمهم ان ما فيش حاجه اسمها يعني ما فيش مقارنه، كل واحد ربنا خلقه بحاجه، كل واحد جسمه بيهيئه لحاجات معينه، انت واصل للنقطه دي وبعد كده هتوصل لنقطه اعلى، ما تبصش على زميلك، انت عندك قدرات ركز عليها. فبتعلم كمان الاطفال حاجات حلوه جدا. وعامه احنا كمان دلوقتي بيستخدموها الرياضيين، يعني في فرق رياضيه بيستخدمها للعيبه. يعني انا بمرن، كان في فريق سباحه بمرنهم يوجا، بتفرق معاهم قوي. فرقت معاهم في موضوع التوازن والكلام ده؟ فرقت معاهم في ان هم ازاي يصفي ذهنهم، وان هم ازاي وقت البطوله يركزوا على هدفهم، وفرقت معاهم في الستايل بتاعهم في الميه، لان انا ببقى شغاله على عضلات معينه هم بيستخدموها. طبعا بالاتفاق مع الكابتن بتاعهم، بيقول لي مثلا ده محتاج كذا وده محتاج كذا، فانا ببتدي اشتغل على ده، فده بيفرق معاهم جدا يعني في الميه. كلمتيني قبل الهوا وقلتي لي ان هي بتاثر على الفقرات او بتعالج الفقرات، وانا ما فهمتش ازاي ان انا افضل قاعد كده شادد يعني عمود الفقري لمده ساعه وان ده يعالجه، المفروض ان هو ده ياثر عليه لو هو في ايرور او في غلط او في يعني. فاهمك. لا، هو بيعالجه عن طريق التمارين. في تمارين بتعالج، بتقوي العضلات المحيطه بالعمود الفقري. العمود الفقري ده هو عباره عن فقرات، حواليه بقى عضلات ماسكاه. تمام. العضلات دي لما بتضعف، لما الشخص بيحصل له اصابه، بتبقى العضلات دي ضعفت قوي. دي كولاجين مش عضلات اللي هي لا، قصدي العضلات المحيطه بالعمود الفقري. تمام. دي اللي المفروض بتبقى شايله الجسم كده وقويه. بالزبط. اول ما بتبتدي تضعف بيبتدي العمود الفقري يحصل له اصابات، لان الحمل كله بيبقى عليه، فيبتدي احنا نبتدي نقوي العضلات المحيطه بالعمود الفقري. فكل ما تبقى قويه اكتر، كل ما الشخص ابتدى يتحكم في ظهره اكتر. انا كنت زمان برضو كان عندي مشكله في ظهري قويه جدا، ما كنتش بقدر افرد ظهري خالص، كان عندي مشكله في اللور باك من تحت. المصريين كلهم عندهم عشان المحفظه وعشان القعده غلط. القعده غلط فعلا بتفرق. احنا بنقعد نحط رجل على رجل كده ونعمل كده، ده كله بيأثر فعلا على ما احنا اصلا اليوجا اول حاجه بنعلمها للناس ازاي نقعد وازاي نقف. صحيح. بيبقى عندنا فعلا عندنا كمصريين دايما الناس تبقى قاعده قلبها الحوض بتاعها لقدام او قلبها لورا، وده بيفرق معاها، فبيعمل انزلاقات في العمود الفقري. ايوه. والناس اللي بتقعد على كمبيوتر او بتقعد حاجه بتقعد عامله كده. كده. اليوجا بقى بيعالج الكلام ده، بيفرد الظهر وبيخلي بتفرق جدا. بيخلي الجسم هي الفكره ان احنا طول ما احنا قاعدين كده بيحصل عندنا هنا قصر في العضلات دي مثلا وتطويل في العضلات دي، فاليوجا المفروض بتعمل على انها يبقى في بالانس في جسمنا، فاحنا بنعالج ده، بنبتدي نطول الجزء دوت، نعمل بالانس بين الاثنين بين هنا وهنا، فيبتدي ده يفرد معايا.
وابتدي نعلمه الاعداد الصح، فهو يبتدي يفتكر. طبعا هو في الاول بيبقى تعبان لان خلاص جسمه خد على كده، بس بعد كده بتفرق قوي. طيب ثم انا عايزه اعرف ازاي تم تاهيلك علشان تكوني مدربه يوجا، لانه الناس وهي جايه تعالج كل الكلام ده عايزه تبقى متاكده انه معاها حد فاهم، معاها حد متاهل صح. ازاي تم تاهيلك علشان تبقي مدربه يوجا؟ انا بمرن يوجا بقالي 7 سنين ونص. ابتديت في الاول رحت اخدت كورس يوجا، كان ليفلات كده. اتعلمت بصراحه الحركات كويس جدا، وتعلمت الاصابات ودي تعمل اصابه او لا، والحركه دي غلط ولا لا. بعدها ب5 سنين رحت اخدت كورس 200 ساعة. ال 200 ساعة ده بيبقى هنا في يعني مدرسة معتمدة هنا، بتبقى معتمدة يعني من هنا. احنا عندنا في مصر مدارس معتمدة لتدريب اليوجا. عندنا مدرسة معتمدة بناخد فيها الشهادات، وبتبقى معتمدة من يوجا اونلاينز. فاحنا دي 200 ساعة دي يعني انت خدتي المنهج ده بيبقى في جميع انحاء العالم. كل الناس بتدرسه في كل حتة. صحيح. وبندرس بقى كل بوز ده مين اللي يعمله ومين صحيح. ما يعملوش. يعني هي عموما رياضه فعلا، يعني قصه التامل دي لوحدها يعني او صفاء الذهن بتخلي الواحد فعلا يخش في مرحله تانية، وفعلا بتخلي الواحد يشد جسمه. وهي امر غريب يا هدير، يعني ما حدش فاهم برضه ليه. هي حاجه حلوه قوي حضرتك. صحيح صحيح. بشكرك الكوتش سمى ممدوح مدربه اليوجا، شكرا ليكي على كل هذه المعلومات. خلينا نروح سريعا لموجز اهم الانباء بصحبه زميلتنا لميا حمدي. لميا، شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية وبالتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال وتذليل كافة التحديات التي تواجههم بهدف دعم القطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بتعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية. ووجه الرئيس السيسي أيضا بتذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بدأ وفد طبي مصري بإجراء عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي. ويستمر عمل الوفد الطبي لمدة 10 أيام لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع. يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع، وفي ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير مسارات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، مشيرا إلى حرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص. وخلال اجتماع له استعرض مدبولي خطة النهوض بالتعليم الفني والحرفي والتوسع في المؤسسات التي تقدمه بمستوى متميز. حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قواته على أخذ المزيد من الأسرى من الجنود الروس، قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا. جاءت تصريحات زيلنسكي بعد ساعات من تنفيذ الجانبين أكبر عمليات تبادل الأسرى حتى الآن، تبادل 218 محتجزا من بينهم 180 نساء. قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن القصف الروسي قطع الكهرباء مرة أخرى عن إحدى محطات الطاقة النووية بمنطقة دنيبرو. وحسب ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شمغال، فإن ضربات روسية استهدفت منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي في مئات البلدات. تستعد فرنسا اليوم لإضراب عام خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات في باريس ضد غلاء المعيشة على خلفية نقص المحروقات. هذا وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ضرورة تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها.
أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن أسفها لأخطاء ارتكبتها في الملف الاقتصادي، وأكدت تراس تمسكها بمنصبها لما فيه مصلحة العامة. تأتي تصريحات تراس بعد مرور 6 أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة البريطانية والتراجع عن خطتها لتحقيق النمو الاقتصادي عبر خفض الضرائب، وذلك بعدما تسبب الإعلان عنها باضطرابات في الأسواق فضلا عن انقسام كبير في حزب المحافظين، إلى جانب انتقادات حادة من الأحزاب المعارضة. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بإنهاء المعارك في منطقة تيغراي بإثيوبيا، قائلا إن الوضع يخرج عن السيطرة. ودعا غوتريش إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من الصراع، مشيرا إلى أن العنف والدمار بلغ مستويات مقلقة للغاية. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. المياه في قلب العمل المناخي، وده كان عنوان أسبوع القاهرة للمياه اللي انطلق بكلمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أنه تطور المتسارع للحضارة الحديثة زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة. احنا النهاردة نتكلم مع حضراتكم عن مسألة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، خاصة أنه مؤتمر المناخ تم تخصيص فيه جلسات نقاشية وتفاوضية حوالين المخاطر اللي بتتعرض لها الموارد المائية على هذا الكوكب. خلونا نرحب مع حضراتكم بضيفنا النهاردة دكتور عيد الرقحي، مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. الاطروحات اللي موجودة ويعني الحلول اللي موجودة في أسبوع القاهرة للمياه وهيتم مناقشتها وطرحها خلال مؤتمر المناخ الشهر القادم في شرم الشيخ فيما يخص تأثير المسطحات المائية بالتغيرات المناخية. هو بالنسبة لهذا المنتدى العام الخامس على التوالي، في الحقيقة المنتدى كان بادئ محلي في البداية، لكن وصل خلال 5 سنين ودي فترة قليلة قوي ان اصبح هذا المنتدى منتدى دولي بدليل نسبة المشاركة الموجودة فيه. يعني بنتكلم في اكتر من 1000 مشارك، 16 وفد وزاري في 54 وفد رسمي. هذا المنتدى هو عبارة عن، مش هقول مؤتمر علمي لانه هو بيتكلم على حلول تنفيذية وتطبيقية. بيجمع قادة العالم في ملف المياه، الأساتذة والباحثين والمهتمين بشأن المياه بصفة عامة. يمكن السنة دي ليه خصوصية لأن احنا ده هذا المنتدى يعتبر تحضير لمؤتمر قمة المناخ إن شاء الله بعد فترة قريبة، وكان فرصة إن مصر توحد الرؤى ويكون في بلورة لوجهة نظر الدولة المصرية في تغير المناخ. والحقيقه كان في مجهود غير عادي بذل في هذا الملف ان يتم ادراج المياه في قمه المناخ. كان الاول مفاوضات ان يتم الادراج فقط كنوع من احد المحاور، لكن المجهودات اللي تمت من الساده الوزراء خاصه معالي الوزيره الدكتوره ياسمين فؤاد، وبصراحه بذلت مجهود غير عادي في هذا الملف، بمعنى ان قضيه المياه اصبحت هي الاولويه في المؤتمر القادم ان شاء الله. وده الاسباب تتعلق بمصر، كلنا عارفين الاسباب صحيح، تتعلق بمنطقه العربيه وتتعلق بالعالم كمان. اللي هيجي اصلا في كوب 27 وهيبقى شاهد ولازم يشارك في يعني دفع ثمن الاضرار اللي عملها بالدول الثانيه اللي اتضرت بسبب احتباسه الحراري او غازاته المسببه للاحتباس الحراري. طيب 2022 مصر عامله ايه في ملف الميه؟ انا عايز من حضرتك لغه الارقام. طيب يعني كلمنا عن المشاكل، هل في تصحر، هل في شح، هل في فقالنا بنعمل ايه، هنروح لفين ايضا احنا عملنا توسع في طفره في قصه معالجه المياه، اظن برضو مشروع حياه كريمه كان ليه باع طويل في هذا الامر. طب احنا كده نرجع للنقطه الاساسيه الخاصه بالاداره المتكامله للموارد المائيه في مصر. والاداره المتكامله دي استراتيجيه وطنيه لمصر لحد سنه 2037، وتتضمن بند مهم ومحور اساسي لهذا الموضوع اللي هو كفاءة استخدام المياه، بمعنى ان انا ببدا من اول ترشيد استخدام المياه على مستوى الافراد
حتى إعادة استخدام المياه مرة أخرى في المشروعات الكبرى. لو قسمنا كفاءة استخدام المياه هنتكلم على المشروعات الكبرى اللي تمت في مصر زي مشروع المحسمة، ده محطة 2 مليون متر مكعب يوميا تقريبا، ده تستغل حاليا لزراعة وسط سيناء، وبعد كده تم افتتاح محطة بحر بار. مياه ايه وتكررت؟ مياه صرف زراعي وتم تكرير. هو هذا المصطلح التكرير هو فيه خلاف عليه، لكن هو تم اتفاق على شيء معين. هذه المحطات يا سيدي تم تنقيتها مش هل وتنقية هي مفهر. هذه المحطات ليست محطات معالجة وتنقية وتكرير، هي محطات تحسين نوعية مياه مصارف مختلطة، لأن هي مش محطات معالجة. وده ما يضرش؟ لا بالعكس، ده هي مفيدة. مفيدة مفيدة اه، ان محطة المعالجة تنطبق فقط على الصرف الصناعي والصرف الصحي، لكن الصرف الزراعي المسمى العلمي لهذه المحطات هي محطات تحسين نوعية المياه. لأن مش هيبقى في أسمدة، مش هيبقى في مبيدات. الديزاين الخاص بالمحطات بيعتمد على المعالجة الكيميائية والمعالجة البيولوجية، فبيضمن إزالة كافة هذه الملوثات، والمية اللي بتخرج بتخرج طبقا لكود، يعني طبقا لنوعية وكاركتيريا معينة بالنسبة للمياه تصلح للزراعة. وإحنا مش بنخترع حاجة جديدة، ده بيحصل في العالم كله. هو زيادة عندنا حجم المشروع. يعني إحنا كان المشروع الأول في العالم بهذا الحجم المحسمة. سبقنا خطوة شوية، نفذنا محطة بحر بار 5-10 اللي هي إلى الآن هي أكبر محطة على مستوى العالم كفكرة وكإنشاءات وكحجم. أنا اللي أقصده إنه مفيش داعي إن حد يقلق من استخدام هذه المياه، لأن لا ده لا 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 بيحصل قبل كده. لا لا لا، المياه آمنة تماما وتستغل في الزراعة وبضابط وبضابط شديدة جدا. وحتى يعني المتابعة مش هقول شبه يومية، لكن إحنا كنا لسه امبارح بنتكلم على امبارح كان في لجنة امبارح خاصة بالحمأة اللي خارجة من المحطات كمان. يعني كل مخرجات المحطة إن كان مياه أو حمأة بيبقى فيه ضوابط ومعايير بيئية بحيث إن نضمن سلامة استخدامها. إحنا بقينا كم في المية استخدامنا بالنسبة لتكرير المياه الأراضي الزراعية؟ حاليا 23% إن شاء الله، مع مشروع جديد إن شاء الله 23% من مجمل موردنا المائي. آه مكرر معالج محسن 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 من أجل محسن أي. المشروع الجديد إن شاء الله اللي هو مشروع الدلتا الجديدة، محطة الحمام، محطة تحسين نوعية مصارف غرب الدلتا في الحمام، ودي إن شاء الله المستهدف إن هي تزرع أكثر من 500,000 فدان، وده تستوعب 7.5 مليون متر مكعب يوميا. طيب وحضرتك بتتكلم عن الدلتا، الدلتا من أكثر المناطق المهددة بسبب التغيرات المناخية. آليات حمايتها إيه؟ إيه الخطط اللي اتوضعت علشان يتم تنفيذها؟ لأن إحنا بنتكلم دلوقتي إنه مفيش وقت لنقاشات بدون تفعيل بدون تنفيذ. أنا هتكلم بس في نقطتين، إن إحنا المرحلة اللي إحنا فيها حالياً دي مرحلة تنفيذ وليست مرحلة سياسات وأبحاث، وده أهمية المؤتمر الجاي. المؤتمر المناخي القادم هو مؤتمر تنفيذ المقام الأول. إحنا تخطينا مراحل الدراسات والأبحاث والمفاوضات، هلا بنتكلم إحنا هنشتغل إيه وهننفذ إزاي. دي نقطة مهمة. النقطة التانية إن إحنا الدلتا في مشروع بالفعل اتنفذ، وكان وزارة البيئة ساهمت بتمويل هذا المشروع، وده خاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في 5 محافظات، وده بي 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 بيعمل على حماية المنطقة الساحلية بالنسبة لارتفاع منسوب المية، وكمان بنضمن عدم تسريب المياه المالحة للمياه الجوفية في الجزء الشمالي في الدلتا، لأن ده لو حصل وده من ضمن الآثار السلبية لتغير المناخ، ده معناه تملح التربة، ده معناه خفض إنتاجية في المحاصيل وما له من تبعات اقتصادية واجتماعية. فده بعد مشروع انتهى تقريبا، ومنهم مشروع حرف اسكندرية اللي هو الحواجز الخاصه بالشط. وفي حاليا بيتم في بورسعيد وفي كذا محافظه، 5 محافظات بيتم رفع منسوب الشاطئ كمان، كله طبعا بالتعاون بين وزاره البيئه ووزاره الري. احنا عملنا برضو عدد من الحاجات او الحكومه او الدوله المصريه عملتها، اللي هي السلع او الزراعات كثيفه الاستخدام للمياه، رشدناها او الحكومه قالت لوزاره الزراعه عن طريق الارشاد الزراعي يعني نوقف شوي. ايه المحاصيل اللي تم يعني توقف او وايه المحاصيل برضو اللي زادت؟ يعني هو فكره ترشيد استخدام المياه من ضمن بنودها المهمه بالنسبه لنا، اللي هو استبدال طرق الري. كان الري بالغمر ده هذه الطريقه البدائيه والتقليديه بتستهلك مياه كتير جدا،
وزاره الري الزملاء مع التنسيق مع وزاره الزراعه نفذوا مساحات شاسعه جدا بالتوعيه والتمويل كمان، بحيث ان معظم الزراعات تتم بالتنقيط وبالرش، وكل المشروعات الجديده كمان اللي هو الترع كمان متهيألي فات كتير في بالزبط. في هذا السياق يعني بالظبط يا فندم، وكل المشروعات الجديده ان كان في المحسمه او بحر البقر او دلتا جيده، كل هذه المشروعات مش غمر تماما، دي كلها بالتنقيط وبالترزيز. لكن عايز اخش في نقطه مهمه قوي خاصه بعلاقه الصناعه بالتاثير على نوعيه المياه. بمعنى احنا الكلام بصفه عامه على مستوى استراتيجي بيتكلم عن عدد استخدام المياه في المصرف الزراعي، لكن احنا وزاره البيئه ركزنا على المنبع نفسه. نعتبر نفسنا كوزاره البيئه خط الدفاع الاول لهذه المشروعات. بمعنى ان هو بيتم تجميع المصارف لمحطات تحسين تصادم في الزراعه، احنا بنشتغل على نوعيه المصارف نفسها وبندور ايه اللي بيرمي ميه على المصارف ونشتغل عليه. نجحنا بفضل الله ان احنا في بحيره مريوط وبحيره ايدكو والبرولوس دول تماما خلصنا المشروع بتاعتهم، اصبحت الميه مطبقه تماما. الاهم من كده ان احنا اشتغلنا على اعاده استخدام المياه في الصناعه، وده جزء مهم بالنسبه لنا حاليا. بمعنى ان احنا نفذنا مشروع كتير جدا في 6 اكتوبر تحديدا، احنا وصلنا السنه دي حوالي بنوفر يوميا حوالي 20,000 متر مكعب. هذا الرقم ممكن يكون باين ان هو رقم قليل، بس انا لما وصلنا ازاي يعني بننفذ معاهم محطات معالجه تضمن المياه اللي خارجه من المحطه ترجع الصناعه تاني. تمام، فبدل ما مصنع يستهلك 1000 متر في اليوم سالك 500 بس، زي دور التبريد يعني او زي دور يعني حاجه زي كده ممكن يخش تاني في العمليه الصناعيه. رقم 20,000 ممكن يبان قليل، بس هذا الرقم يكفي يوميا 100,000 نسمه. فبالتالي انا كده مش محتاج اعمل محطه شرب لمكان تاني. فانا بشتغل كده على السورس نفسه، على 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 مصدر التلوث نفسه، مصدر وخصوصا الصناعات اللي هي كثيفه التحكم في مساله الهدر. بالظبط يعني كده بشتغل على المنبع نفسه. الاهم من كده ان احنا في بعض الصناعات زي غزل ونسيج شغالين حاليا على تطوير الصناعات نفسها، يعني في حاليا تمويل حاليا بيتم من الوزاره في المغاسل الموجوده في صناعه الصباغه والغزل ونسيج. ان احنا حاليا في نوع من المفاوضات مع المستثمرين ان الوزاره هتولي التمويل الخاص بالمغاسل اللي توفر 40% من استهلاك المايه. فاحنا وزاره البيئه احنا شغالين على الارض مع اساس المشكله. كل ده علشان في النهايه اوصل مياه للمصارف تكون مقبوله، بحيث ان هي هتقابل بعد كده في محطه معالجه مركزيه اللي هي محطه تحسين مركزيه للمصارف. ده في النهايه بيخفف الحمل البيئي على المصارف، بيخفف الحمل البيئي اللي داخل المحطه لو غرض منها تحسين المياه. صحيح. وبالتالي اضمن مياه خارجه من المحطه تصلح للزراعه. طب احنا عملنا اسبوع القاهره للمياه ومعانا ورقه مهمه جدا وحطينا فيها المشاكل الخاصه بتاعت مصر من المياه، سواء تصحر، سواء جفاف، سواء مش عارف ايه، سواء سواء سواء. هنعمل بيها ايه في كابتن سيف؟ هو الورقه المطروحه حاليا هي مش ورقه مشاكل. احنا بنتكلم على حلول والبحث والتمويل. احنا يعني عيد الكلام تاني مره، هذا المؤتمر مؤتمر تنفيذي، احنا مقدمين عده مبادرات خاصه بالتكيف مع تغير المناخ. بنعمل اطروحات يعني مشروعات متكامله. مشروعات متكامله تمام. المطلوب من الدول المسببه في هذا، قلت تكيف، يعني ايه تكيف في قطاع المياه؟ التكيف معناه الاجراءات المتخذه من الدول ان هي تقلل من حده التأثير السلبي الناتج من تغير المناخ، وده بيكون على المستوى الاستراتيجي. بمعنى على مستوى مثلا معالجة المياه، ايه دور الدولة في ان هي يكون فيها عندها يعني مشاريع المعالجة نوع من انواع التكيف مع التغيرات المناخية اللي حاصلة على المسطحات المياه، وتطوير الري. ده نفس الكلام، استخدام الطاقة الشمسية في الري. بس طبعا بنتكلم على ده ما يعرف بالأنظمة المرنة في قطاع المياه، مش انظمه مرنه مش تحديدا، بس هو ان احنا عندنا مشكله فاحنا ازاي نتوافق معاها طالما مش عارفين نوقفها. وده كان كلام معايا الوزيره من يومين، ان احنا لازم يكون عندنا هدف واضح ومحدد كميا واحنا رايحين تغير المناخ المؤتمر القادم. ان احنا هذه المشروعات بتتكلم على تحمل زياده في درجه حراره درجه ونص تقريبا، الخوف ان يحصل زياده اكتر من كده. يعني احنا هذه المشروعات مصممه ان انا لو درجه ونص زادوا عندي معناه ان البخر هيزيد،
معناها ان انا البحيرات هيحصل فيها ملوحه زياده، معناها ان هيحصل تصحر زياده. تاثير على الامن الغذائي. الامن الغذائي هو حاجة، عشان نكون متفقين، الامن المائي والامن الغذائي هما وجهين لعمله واحده. صحيح. اي خلل في الامن المائي يؤثر تاثير مباشر على الامن الغذائي، وده في النهايه كلها تاثير سلبي ناتج عن تغير المناخ. ويمكن يعني قابلنا يمكن اللي حاليا العمل في المؤتمر في المنتدى الخاص باسبوع قرار المياه، الهدف الاساسي اللي هو زياده وتيره العمل المناخي. لان احنا قابلنا ظروف استثنائيه خلال السنتين اللي فاتوا، يمكن جائحه كورونا او الحرب الروسيه الاوكرانيه، ظهرت مشاكل كانت مؤجله، معناها ان في خلل في الامدادات، فلازم كل دوله تلجا ان هي تامن نفسها غذائيا. صحيح. لان احنا للاسف الشديد يعني احنا يعني بنستورد حوالي 60% من المواد الغذائيه بالنسبه لمصر، وفي نفس الوقت عندنا فقر مائي وعلى اعتاب الندره المائيه. احنا حاليا صح حصص الفرد 35 متر مكعب يوميا، لو تخطينا ال 500 دخلنا كده في الندره المائيه، مع العلم ان مصر من اكثر المناطق جفافا في العالم. لكن هو الخوف من التاثير السلبي في تغير المناخ، ويمكن الناس حاساه شويه يعني، ان في تطرف في الظروف الجويه، بمعنى ان بيحصل تباعد في فترات سقوط الامطار، وسقوط الامطار يكون اكثر كميه اكبر شويه شده، فدي معناها او حده، معناها سيول. صحيح. معناها سيول. نرجع لنقطه مهمه قوي، وده مقياس مهم قوي في تعامل الدول مع هذه الازمات، هي الدول المرنة في التعامل مع الأزمات. هل الدولة عندها قدرة من الصمود؟ أيوة. في التعامل مع أزماتها ولا لا؟ تعمل برنامج طويل الأمد يقدر يعمل واحد، وعندنا إنذار مبكر. صحيح. أنا عارف من بداية اللي بيحصل، وإحنا نجحنا كحكومة مصرية في هذا الملف في منطقة بحر أحمر وجنوب سيناء، يعني في سيول بتنزل بقالها كام سنة بس مش حد بيحس بيها، ده لأن حصل مخرط للسيول وسدود وهكذا يعني. كل دي كلها تحت مظلة العمل المناخي، ده بتنسيق مباشر ما بين وزاره البيئه ووزاره الري. طب في تنسيق وتعاون على المستوى الدولي واحنا بنتكلم عن محدوديه في الموارد المائيه؟ بالنسبه للمستوى الدولي انا عايز اقول نقطه مهمه في حكايه التنسيق الدولي. احد اذرع صوت مصر في المستوى الدولي منتدى القاهره. وده كان مهم قوي، احنا قعدنا فتره طويله قوي بنكلم بعض. فدي فرصة بالنسبة لنا ان احنا يبقى عندنا صوت مصري متوجه للعالم. مستوى الحضور بالنسبة لمنتدى القاهرة ده معناه ان مصر لها صوت مسموع، يدعم هذا، وفي رغبة ان الناس تسمع. لان اللي حصل في خلال اليومين اللي فاتوا في منتدى المياه ان معالي وزير الري ومعالي وزير البيئة عرضوا المبادرات الخاصة بالتكيف اللي هي هيتم التصديق عليها في المؤتمر. فدي فرصة في هذا المنتدى ان احنا يبقى في دعم دولي لهذا المشروع. نقطة مهمة في قصة تغير المناخ تحديدا ان احنا مصر مش دولة مضيفة لهذا المؤتمر فقط. احنا دولة تتولى المفاوضات باسم الدول النامية. لو الدول الافريقية بالتحديد الاكثر تضررا من الملف، احنا مش بنتكلم يعني مصر تحملت هذه الامانه. صحيح. وانا اتخيل ان احنا يعني قابلنا تحمل الامانه، واعتقد دكتوره ياسمين فؤاد بذلت جهد غير عادي في هذا الموضوع. يمكن حجم متابعين الاخبار حالات مكوكيه من اكثر من دوله، لان التفاوض مش باسم مصر بس، احنا بنتفاوض باسم الدول الافريقية بالكامل يعني. واعتقد ان في دعم افريقي هائل في هذا الملف. صحيح. على اي حال التحديات هتظل موجوده في ملف الماء في العالم بأكمله، ليس فقط في مصر. بالفعل في مصر فيها عدد من الأزمات الموجودة، ولكن الشكل المرن الحكومة قدرت تتعامل بها معاه من خلال أن هي تعمل نوع من أنواع تكرير المياه، وخصوصا للأراضي الزراعية وأيضا للمصانع، أنها تعمل نوع من أنواع تبطين الترع عشان ما يحصلش هدر، أنها تقدر تعمل الحكومة نوع من أنواع السيطرة بشكل كبير على الزراعات كثيفة الاستخدام للمياه. كلها ربما بتمثل يعني إيه مؤشرات للتعامل الحكومي مع قصة الأزمة المائية اللي حصلة واللي اتكلمنا عنها. نشكر الدكتور عيد الجرحي مسؤول ملف المياه في وزارة البيئة، نورتنا وشرفتنا يا فندم في استوديو صباح الخير. شكرا جزيلا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعده نكمل الكلام، خليكم مستنيين.
صباح عليكم مرة تانية. ربما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن الحملة اللي بتقوم بيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشان توعي بمخاطر تعاطي المخدرات. الحملة دي بتركز على دور الأسرة، بتركز على توعية المصريين داخل بيوتهم بشكل علمي دقيق، بمعنى إزاي يكتشفوا حالات التعاطي، إزاي يتعاملوا معها، إزاي يبدأوا معها رحلة العلاج، إزاي يوعوا كمان الأجيال الجديدة بخطورة كل أنواع المخدرات وخصوصا المخدرات المخلقة اللي ربما شفنا ليها أثار اجتماعية مرعبة للغاية. خلينا نتعرف بشكل أكثر تفصيلا، إزاي نعرف إن في مدمن في البيت، إزاي نراقب تصرفاته وسلوكه، إزاي نتعامل معاه، وإزاي أيضا نصحبه باقتناع لرحلة العلاج. برحب بدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح النور على حضرتك. صباح الخير بحضرتك. إزاي الأب أو ولي الأمر أو الأخ الكبير يلاحظ إن في متعاطي في البيت؟ ما هي العلامات التي تبدو على متعاطي المخدرات؟ طيب، الأعراض كتير ومتنوعة، ولكن إحنا دايما بنقول إن في بعض مؤشرات الخطر اللي ممكن تظهر على الولد أو البنت عشان أبتدي أخد بالي وألجأ للمتخصصين عشان أعرف إيه هي المشكلة اللي عند الولد أو البنت. طيب، في أعراض جسدية وفي أعراض نفسية. لو هنبتدي الأول بالأعراض الجسدية عشان دي تبقى الأبرز شوية، طبعا الحاجات العامة اللي إحنا عارفينها زي إن ممكن يكون في إحمرار في العين، في هالات سودة تحت العين، في بعض القرح في الجلد والعلامات البارزة في الجلد. طبعا في تغيرات في الشهية بشكل كبير، يحصل زيادة في الوزن أو نقص في الوزن بشكل مبالغ فيه، لأن في ناس ساعات بتربط المخدرات بنقص بس الوزن، لكن هو ساعات ممكن يبقى فيه نقص أو زيادة عن اللازم. وكمان إن هو يعني ممكن تسد الشهية وتفتح الشهية. بالظبط. دي الأعراض الجسدية. الأعراض النفسية بقى، لو هنتكلم على العصبية الزيادة، لو هنتكلم على الكذب الزيادة، لو هنتكلم على إن الولد أو البنت بيطلبوا فلوس بشكل مبالغ فيه واحنا مش عارفين هم بيودوا الفلوس فين، لو هنتكلم على ان هو بدأ ينعزل وينطوي وياخد جنب لوحده، كل العلامات دي مش بالضرورة بتقولي ان في مشكلة مخدرات او ادمان، ولكن بتقولي ان في حاجة مش صح او مش مظبوطة. ساعتها بلجأ، ممكن يكون من ضمنها الادمان، ممكن يكون من ضمنها في شكل من اشكال الانحراف، خلاص ممكن يكون السلوكي من ضمنها الادمان. ساعتها بنلجأ للمتخصصين اللي هو الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو رقم بتاعه 16. يعني أنا لو شفت العلامات دي من غير ما أخده أعمل له تحليل مخدرات أكلم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان؟ ما احنا هنكلم الصندوق عشان نروح نعمل له تحليل. احنا يعني أنا ولي الأمر أنت قصد أنه ما يتصرفش لوحده. بالضبط، هو يبتدي الأول يكلم الولد، يصاحبه، يحاول يشوف هي إيه المشكلة. لو حس إن في مراوغة خلاص احنا بنضطر إن احنا نشوف حاجة فيصل نحكم بيها، فلازم يبقى في تحليل. لكن لو انا دلوقتي بتكلم على ان انا لاحظت كل العلامات دي واتكلمت مع ابني او بنتي وصرحني بالحقيقه، وعلى فكره ده بيبقى المهم في الاساس، اسلوب التنشئه اللي انا بربي بيه الولد او البنت، لان يعترف انه عنده مشكله او في بالظبط، لان المشكله في الاساس في اساليب التنشئه اللي الاب او الام بيتبنوها مع اولادهم. في كتير من الاباء والامهات بيمارسوا الاسلوب التسلطي، ان هو يبتدي يدي اوامر طول الوقت من غير ما يفهم الاوامر دي ليه. في سن ما بتنفعش فيه الاوامر دي تمشي. ما هو بالظبط، هو سن المراهقه. ويمكن ده لو احنا هنتكلم على احصائيات الصندوق اللي طلعت مؤخرا، هنلاقي ان الغالبيه كمان من المتعاطين للمخدرات طبقا لبيانات الصندوق في الفتره الاخيره هو في السن ده، من سن 15 سنه ل 20 سنه. 40% من المتعاطين من المتقدمين للعلاج من سن 15 ل 20 سنه. ففي السن ده 40% وذكور 40% في فرق في النسبه العامه. في الاحصاء الاخيره كانت بتقول ان في 95% ذكور و5% اناث تقريبا، ولكن تقريبا 40% من جمله المتعاطين من 15 ل 20. وكمان هقول لكم كمان اكتر من كده، في حوالي 11% اقل من 15 سنه. ده مؤشر خطير جدا. فطبعا لان للاسف عمر التعاطي بيتدنى مع الوقت بينزل. يعني كنا زمان نقول ان المخدرات يعني بتتركز في اعمار الشباب، ولكن مع المخدرات الجديده اللي بنسمع عنها دلوقتي لقينا ان عمر التعاطي كمان بينخفض. عشان كده احنا بنحاول طول الوقت نفهم الناس، وبرضه ده دور الاب والام في البدايه. انا قبل ما احس ان في مؤشر خطا وان هو بيلجا للتعاطي او للادمان، برضه لازم يكون في كلام مع الولد طول الوقت حوالين خطوره الادمان، يبقوا قريبين. بالظبط، لان من اكتر الاسباب حب الاصطلاع عند الولد او البنت عايز يجرب. بالظبط، اللي بيخلقوا المشاكل الاسريه والتفكك الاسري. صحيح.
فدي المشكلة. وبعدين برضو الأب والأم لما دورهم دلوقتي بقى بيروح ويختفي بيبتدي الولد أو البنت يتأثر باللي حواليه من صحابه من أصدقاء السوء للأسف، ودول طبعا موجودين. يعني زمان كنا بناخد معلوماتنا دايما واحنا صغيرين من التلفزيون، من الكتب، من المكتبات، من بابا، بابا، من جدي، من جدتي. دلوقتي للأسف بقى اقرب وسيلة تأثير على الولد هو صاحبه. فطبعا الافكار اللي بتدور حوالين المخدرات بقى والثقافة اللي بتدور حوالين المخدرات يعني هي للأسف، يعني مش هنقول ثقافة سيئة، هي ثقافة سوداء. صحيح. لان كلها بتشجع على التعاطي تحت عدد كبير جدا من افكار الوهم اللي احنا بنبتدي نبثها للولاد. خد المخدرات هتخليك راجل، ويمكن ده القديم. دلوقتي خد بقى المخدرات عشان تركز، عشان تبقى جريء، عشان تعرف تتخاني، عشان تعرف تجيب حقك، عشان تبقى عندك مهارات اجتماعيه، تعرف تتعامل مع الناس والناس تحبك، يبقى عندك قبول اجتماعي. فللاسف هو ده طريقه التسويق للمخدرات مختلفه. بالظبط. طب يا دكتور معلش، اولياء امور يمكن يخافوا، ايه اللي هيحصل مع ابنهم لما انا كأم او انا كأب ابلغ الصندوق انه عندي مدمن في البيت؟ طيب ممكن كتير ناس بتبقى خايفه ابني هيتاخد مني، ايه اللي هيحصل؟ لا طب نوضح بس عشان فعلا هي الصوره يعني عند ناس كتير قوي الصوره مش واضحه او مش فاهمينها صح، وكمان نوضح دور الصندوق بالظبط. اولا احنا مش بنبلغ بمعنى ان احنا كلمه بنبلغ اللي بتوصل للناس، لا احنا بنتصل نطلب المشوره، نطلب المساعده. والصندوق مش هيجي ياخد حد، مكالمات سريه انا عارف ان هي وطبعا احنا اول ما بنتصل بالخط الساخن لعلاج الادمان في قاعدتين اساسيتين بنضمنهم لاي حد بيتصل، هي السريه التامه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، والمجانيه الكامله. انا لا هسالك اسمك ولا رقم القومي ولا هطلب رقم موبايلك ولا اي حاجه، انا بس بعرف البيانات. طب هتقدم له الخدمات ازاي؟ هقول منه انا بعرف بس البيانات الخاصه بالتعاطي. المريض على فكره مش شرط يكون المريض نفسه هو اللي بيتصل، ممكن يكون حد من اهله. هو غالبا بيكون كده، هو عاده نسبه الاتصال الاكبر طبقا للاحصائيات بتيجي من خلال الام. فانت عندك كام سنه؟ بتعاطى ايه؟ ساكن فين؟ عشان بس اقول لك اقرب مستشفى ليك، لان احنا عندنا 28 مركز على مستوى الجمهوريه. فبوديه لاقرب مركز يروح، هو اللي هيروح بنفسه، هو اللي هيطلب يتعالج بنفسه. انا مش هروح اخده تمام ومش هعالجه بالعافيه. لازم يكون عنده اراده ورغبه ان هو يتغير من جواه، يروح المستشفى يخضع لعمليات العلاج كله حسب ارادته. طيب المستشفيات بتاعتنا او الشريكه للخط الساخن لعلاج الادمان احنا عندنا بنتعاون مع عدد كبير جدا. الخط الساخن برضه عشان نكرر على الناس 16023 متاح 24 ساعه طول ايام الاسبوع. المستشفيات اللي بتشتغل معانا جهات شريكه، 28 مستشفى ومركز على مستوى. مين اللي بيرد على التليفون؟ دكتور نفسي، اخصائي نفسي او اخصائي اجتماعي مؤهل للعلاج. يمكن احنا الكوادر بتاعتنا دلوقتي اللي في الصندوق كمان مؤهله بشكل كبير جدا بسبب الدبلومات والتعاونات اللي بنعملها مع الجامعات المختلفه. يمكن احنا كنا في صدد تخريج الدفعه الخامسه من دبلومه علاج الادمان اللي بتتعمل مع كليه الاداب قسم علم جامعه القاهره. في منصات سوشيال ميديا برضه بالناس بتجاوب عليها ولا؟ طبعا احنا عندنا الصفحه الرسميه على وسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا كمان الصفحه الرسميه لصندوق فتوى علاج الادمان. وكمان هو الرقم ده لو اتصلت هتلاقي خدمه المشوره، وكمان لو دخلت وبعد كده رحت لاقرب مركز هتلاقي ناس متخصصين سواء بيحصل معاك او اطباء اول ما توصل للمركز. ايه اللي بيحصل؟ ايه الاجراءات؟ اول ما الشخص بيروح اللي هو طالب الخدمه بيبتدي ان هو اول مرحله ازاله السموم وسحب اعراض الانسحاب. طيب انا ببتدي الاول ان انا بيبقى في علاج دوائي من خلال الاطباء عشان يبتدي ينظف الجسم من السموم. دي بتبقى من 5 ايام ل 10 ايام ويمكن تمتد لحد اسبوعين. بعد كده العلاج النفسي الاهم. بعد كده بالظبط بننتقل للمرحله الثانيه وهي التاهيل النفسي او الاجتماعي. بيبتدي هنا الشخص يعرف طبيعه المرض، يعرف حقيقه المخدرات، ويعرف كمان وده المهم جدا ازاي يتجنب المخدرات لما يخرج من المستشفى مره ثانيه. لان المشكله مش في العلاج وبس، المشكله في تجنب الانتكاسه. ناس كتير بتعالج لكن بترجع. بالظبط، المشكله هنا بتبقى الاهم بالنسبه لنا. والوهم بقى اللي هو ما فيش حاجه اسمها تبطيل، يعني ده بيزعوه المدمنين. بالظبط، في كتير من للاسف من المتعاطين او المدمنين بيبقى جايب فكره ان انا اللي بياخد المخدرات بيموت بيها، عمره ما هيبطلها. طيب احنا عندنا نماذج كتير جدا الحمد لله مبطله ومتعافيه. وبعدين لازم برضو نوضح حاجه للناس، علاج الادمان مش هيجي عليه اليوم وهيقف، احنا بنبتدي معاك من اول يوم وهنفضل معاك لحد ما تموت. كده كده انت بتيجي تاخد جلساتك
بنتابعك اول باول عشان نحميك طول الوقت من الانتكاسه. وبرضه كمان يعني الدوله يعني بترعى هذا الملف بشكل كبير، عشان كده معالي وزير التضامن دكتور نيفين القباش اطلقت عده مشروعات للدعم الاقتصادي عشان تساعد الناس على دعم التعافي. بتوفروا لهم شغل، لانه ممكن يكون يعني سبب كبير من الموضوع ولكن انه ما عندوش دخل ما عندوش حياه. بنأهلهم من عده مبادرات او مشروعات انه ازاي يعرف يعيش ويشتغل. ده من خلال مبادرتين، او هي مبادره واحده فيها مشروعين، اللي هي مبادره بدايه جديده. بيبقى في القسم الاولاني اللي هو التدريب المهني على الحرف المهنيه الصغيره، ان انا ببتدي اعلمه مهن حرفيه، صناعات مختلفه، يبتدي يتعلم الصنعه او المهنه دي، يبتدي بعد كده ياخد شهاده من جهه معتمده بهذه المهنه، يروح يقدم بيها في اي شركه او في اي مصنع. ده النوع الاولاني. النوع الثاني من المبادره اللي هو القروض الصغيره بالتعاون مع بنك النصر الاجتماعي. انا دلوقتي ببتدي ادي هذا المتعافي، ما اقولش بقى مدمن خلاص بقى متعافي، نديله قرض صغير يفتح بيه مشروع يبقى مصدر دخل ليه ولاسرته. كده احنا عالجناه. وبعد ما عالجناه رحنا للمرحله الثالثه اللي هي الدمج المجتمعي، اللي بيكون فيها بقى مشروعات الدعم الاقتصادي دي عشان نساعده ان هو يكمل. لان برضه من المشكلات اللي بتقابلهم لما هم يخرجوا من المستشفى مشكله مهمه جدا، ان هو مش عارف يرجع لحياته القديمه ومهنته. في بعض الاحيان، في كتير من الاحيان كمان، بيبقى صعب عليه العوده للمهنه نفسها، لان هي في بعض المهن بيكون فيها محفزات على التعاطي مره اخرى او اصدقاء سوء او يعني هو بيبقاش عارف يرجع لها. هو حتى بلغه المجال يعني يقول لك دي حاجه اسمها خطوه ما يعرف بالخطوه الاولى، ان انا ما ينفعش ارجع لها تاني او اقرب لها تاني، لان هي ده مثير من مثيرات التعاطي بالنسبه لي. صحيح. طب حضراتكم عاملين الحملات دي من سنين طويله جدا، وربما الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بما يعني تملكه من وسائل التاثير على الجمهور المصري من محطات التلفزه وصحف ومواقع الكترونيه، عملت حمله للتوعيه باخطار المخدرات. عايزين نصيحتك نعمل ايه او عشان نستفيد اكبر باكبر قدر ممكن من هذه الحمله، علشان تحقق هذه الحمله هدفها. نصيحه حضرتك. طيب، هو دايما احنا حتى في الحملات اللي دايما الصندوق بيقوم بيها، يمكن حمله انت او المخدرات هي الحمله العامه لصندوق الادمان، دايما بنستعين فيه بنموذج القدوه. لازم اجيب الشخص الفيجر السوبر هيرو بالظبط اللي يبتدي. احنا قلنا ان معظم او غالبيه المتعاطين زي ما حصل مع محمد صلاح بالظبط. لسه هقول لكم، احنا غالبيه المتقدمين يا جماعه من سن 15 ل 20 او اقل من 15. احنا لو جمعناها مع بعض هنلاقي حوالي نصف المتقدمين للعلاج او المتعاطين طبقا للاحصاءات الاخيره احصاءات 2022 من صندوق الادمان، هنلاقيهم ان هم فعلا من السن ده. الناس دي اكتر حاجه بيبتدي يقتنع بيها هو القدوه، هو بيحب دايما يقلد، يبقى اول حاجه القدوه. فلازم اجيب اكتر شخص هو القدوه طبعا، مؤثر، المؤثر. طبعا انا لازم مش بس اقول للناس طول الوقت ايه هي اضرار المخدرات، لازم كمان اقول للناس الحياه هتبقى حلوه ازاي من غير المخدرات. يمكن علم النفس الايجابي دلوقتي بيستهدف ده طول الوقت، مش طول الوقت اقول لك السجاير وحشه، السجاير مضره او المخدرات وحشه، لا، انا لازم طول الوقت كمان اقول لك ازاي حياتك هتبقى احسن من غير مخدرات. بطل عشان تعرف تعيش، وهتلاقي بقى زي ما خسرت على المستوى النفسي والمادي والاجتماعي، هتلاقي نفسك عوضت كل خسائرك في الحياه وبشكل اسرع بكتير كمان من اي حد طبيعي. هو ده الرساله اللي احنا دايما طول الوقت بنوديها للناس. طيب، الاطفال اللي سنه صغير، بما اننا بنقول ان الادمان سنه بقى اصغر من قبل كده، لغه الحديث معاهم ايه عن الادمان وعن المخدرات من غير ما انا اللي افتح عيني على المواضيع دي؟ احنا يعني وفي اي الاعمار المفروض ابتدي اتكلم معاهم؟ وهل احنا المفروض يكون عندنا حملات توعويه داخل المدارس في سن مبكر؟ احنا بالفعل بنعمل ده. احنا يمكن يعني في 2020 احنا نزلنا اكتر من 2000 مدرسه وجامعه ومركز شباب بنعمل فيهم، بس للاسف احنا عندنا اعمار يعني عندنا نسب ادمان داخل المدارس ما هياش قليله. ما عشان كده احنا كمان غير ان احنا بس بنعالج، احنا كمان بنستهدف حاجه ما يسمى بالوقايه الاوليه. ان انا لازم اتكلم الفئه المستهدفه لهذه الظاهره عشان احميهم من الدخول. انا برضو عايز اكسب ده، انا مش همي بس ان انا اعالج الناس اللي دخلت جوه دايره الادمان. لا، انا كمان بعمل حملات، خير من العلاج بالظبط، بعمل حملات توعيه دايما. وكمان دلوقتي كمان بنتوسع في هذه الحملات عشان نروح الاماكن الشيب اللي هي المطوره، بديله العشوائيات، الاسمرات واسطبل عنتر وما الى اخره. يعني في نسبه بتبداوا من اعمار كام؟ يعني بتروح المرحله الابتدائيه ولا الاعداديه ولا الثانويه؟ بالسن، يعني خلينا نتكلم بالسن. احنا بنخاطب من اول فترات المراهقه،
من اول ما نخرج من الطفوله نخش على المراهقه من سن 11 سنه 12 سنه، لان انا على المستوى الشخصي شفت حالات ادمان ممكن تبتدي من 12 سنه. فاحنا بنبتدي نتكلم من اول السن ده. فدايما لازم نقول للشباب، ولازم اللغه اللي هو ما تجربش، في ناس جربت قبليك ووصلت لكذا وكذا وكذا. وعشان كده دايما كمان احنا في الحاجات اللي احنا بنعملها في اللقاءات التوعويه بيكون معايا نموذج من اللي ادمن وتعافى. صحيح. عشان يقول لهم الحياه الفرق. بالظبط، ده بيبقى اللغه اللي هو انا جربت. اكثر واحد مؤثر. بالظبط. على اي حال يعني الحمله انطلقت من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لمكافحه المخدرات بعدد كبير من الاشكال. ربما النهارده يعني بنفرد لها عدد من الحوارات وعدد من النقاشات. كان بصحبتنا الدكتور هشام جمعه اخصائي علم النفس وعلاج الادمان، كلمنا بالتفصيل عن المراحل اللي انت ممكن تعرف بيها حد متعاطي مخدرات، ازاي تفهمه، ازاي تحتويه، ازاي تبلغ او تتكلم صندوق مكافحه الادمان علشان تعرف منه المعلومات، ازاي تقدر رحله علاجه. اسئله كتير ربما هنعرفها كمان في الايام القادمه من خلال شاشات ومواقع واذاعات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور. دكتور هشام جمعه اخصائي علم النفس وعلاج الادمان، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا، شرفت جدا معاكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده، كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا ومصطفى ولميا، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر دايما في نفس الميعاد. ربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا. صباح الفل.